الطلبة والطالبات في لقاء جديد. إن شاء الله هيكون حديثنا النهاردة على الاناتومي اوف ذا ميل جينيتال سيستم، أو ترشيح الجهاز التناسلي الذكري. ميل جينيتال سيستم كومبوزد اوف جروبز اوف ذا اورجان، سام اوف اكسترنال اوف ذا بادي اند سام انترنال اوف ذا بادي، بعضها بعض هذه الأعضاء داخل الجسم وبعضها خارج الجسم. مجموعة الأعضاء دي بتشارك في عدة وظائف، وهي برودكشن اوف ذا سبيرم، ده مش برودكشن بس أو إنتاج حيوانات منوية، ده برودكشن وسبورت، تدعيم لهذه الحيوانات المنوية، وترانسبورت، نقل، وديليفرد، وتوصيل، بتنتج الحيوان المنوي تحافظ عليه لحد ما يوصل. ده كله ليه؟ علشان تحافظ على عملية الريبرودكشن أو عملية التناسل والحفاظ على الأنواع. فاحنا هنشوف النهاردة الاناتومي اوف ذا ميل جينيتال سيستم، الكومبارتيف اناتومي اوف ذا ميل جينيتال سيستم، اند ذا ابلايد اناتومي اوف ذا ميل جينيتال سيستم. كمان هنشوف في نهاية المحاضرات بتاعتنا الترشيح التطبيقي أو الابلكيشن اوف اناتوميكال فاكتس للاناتومي اللي احنا ناخده في ترشيح الجهاز التناسلي الذكري. نبدا على بركه الله. الليرنينج اوبجكتيفز اوف ذا ميل جينيتال سيستم، اللي هي اهداف التعلم اللي المفترض حضرتك في اخر المحاضره نكون المينا بيها، اللي هو الديسكرايب لي جروس اناتومي اوف ذا ميل جينيتال سيستم أورجانز، المفترض نكون عرفنا البوزيشن والاتاشمنت والفيكسيشن. بعد كده بنشوف الكومباريتيف جروس اناتوميكال ستراكشر اوف ذا ميل جينيتال أورجانز اوف ذا دوميستيك انيمال، بنعمل كومبارز ما بين الأورجانز في الديفرنت انيمالز. بعد كده بنشوف الكلينيكال امبورتانس اوف ذا ميل جينيتال أورجانز، دي مجموعة الأهداف اللي مفترض نكون عرفناها في نهاية محاضرات الجهاز التناسلي الذكري أو الميل جينيتال أورجانز. بس خليني أقول لحضرتك قبل ما نبدأ في الميل جينيتال أورجانز، نقول إن في برود تايتل اسمه يورو جينيتال سيستم، اللي هو الجهاز البولي التناسلي. العلماء حطوا الاسم الكبير للجهازين اللي هو اليوريناري سيستم والميل جينيتال سيستم مع بعض لعدة أسباب. اول سبب البروكسيميتي اوف ذا اورجان اوف ذا تو سيستم، يعني ايه؟ يعني قرب اعضاء الجهاز البولي اللي هو اليورينري سيستم والجينيتال سيستم من بعضهم، خلوهم حطوا لهم عنوان كبير اسمه يورو جينيتال سيستم. يبقى البروكسيميتي اوف ذا اورجانز اوف ذا تو سيستم وذ ايتش اذر. تاني سبب الكومون امبريولوجيكال اورجين اوف ذا تو سيستم، يعني المنشأ الجنيني لليورينري سيستم والجينيتال سيستم بيبقوا قريبين من بعض في المنشأ الجنيني او لهم منشأ مشترك. تالت حاجة الكومون باسج للتو سيستمز، يعني الاتنين بيشتركوا في مسارات مشتركة. على سبيل المثال الميل جينيتال سيستم اللي هي في الميل يوريثرا بتشترك في اليورينري سيستم والميل جينيتال سيستم، مساراتهم الاتنين بتبقى مشتركة، يعني المكان اللي بيحصل فيه فويدنج او خروج لليورين البول هو نفس المكان اللي بيخرج منه السيمن او السائل المنوي او المني. يرجعوا قسموا الجينيتال سيستم لميل جينيتال سيستم والفيميل جينيتال سيستم. الميل جينيتال سيستم اللي احنا بصدد الحديث عنه النهاردة اللي هو الجهاز التناسلي الذكري، المفترض في بعض المصطلحات نعرفها قبل ما نبدأ في الميل جينيتال سيستم، وهي أسماء الأدلت ميل أند فيميل سابجكت. يعني علماء السلوكيات حطوا مسميات لكل حيوان في أعمار مختلفة، حضرتك دي هتعرفها في مادة السلوكيات. النهاردة اللي احنا عاوزين نعرفه اللي هو أسامي الأدلت بس، اللي هو الحيوان البالغ بس. ففي الإكواينز اللي هي الفصيلة الخيلية سموا الأدلت ميل اللي هو الذكر سموه استاليون أو هورس، والأنثى سموها المير. وفي الدونكي اللي هو يتبع الفصيلة الخيلية برضو بيسموا الذكر اللي هي الحمير بيسموا الذكر دونكي، والأنثى بيسموها شي دونكي. في البوفاين اللي هي فصيلة المقترات الكبيرة بيسموا الذكر بول أور أوكس، والأنثى بيسموها الكاو. في الأوفاين اللي هي الأغنام الذكر بيطلق عليه رام، والأنثى بيسموها يو. في الكابراين اللي هي فصيلة الماعز بيسموا الذكر بك، والأنثى بيسموها دو. في السواين اللي هي فصيلة الخنازير بيسموا الذكر بور وساو. في الكناين الفصيلة الكلبية دوج وبيتش. في الفلاين اللي هي الفصيلة القطية أو القطط الذكر بيسموه توم أو توم كات، والأنثى بيسموها كوين. في الكامل الجمال بيسموا الذكر كامل أو كامل بول،
يعني الذكر بيسموه كامل او كامل بول، والانثى يسموها الشي كامل. في الرابت بيسموه الذكر بك، والانثى بيسموها دو، زيها زي الكبراين اللي هي الماعز. في الفاول او في البيردس اللي هي في الطيور بقى في الدواجن بيسموا الذكر كوك اللي هو الديك، والانثى بيسموها هين اور تشيكن. دي مسميات المفترض حضرتك تبقى عارفها قبل ما نبدا، لان هنتكلم احنا النهارده على الميل سابجكت اللي هو الذكر، فيبقى كل ميل وله مسمى معين. الميل جينيتال سيستم بينقسم لمجموعه من الاورجانز. اي سيستم بيبنى من مجموعه من الاعضاء. اول مجموعه من اعضاء الميل جينيتال اورجانز بنسميها الريبرودكتيف اورجانز او الاورجان اوف ريبرودكشن، اللي هي التستس اند اتس كفرنج، اللي هي الخصيتين والغطاء بتاعه. تاني مجموعه بيسموها تيبولار او كوندكتنج اورجانز، اللي هي الاعضاء بقى الانبوبيه او الاعضاء الموصله، بتتضمن الابيديديمس والداكتس ديفرنس واليوريثرا اللي هو البربخ والوعاء الناقل او الاثر، واليوريثرا اللي هو بيسموها الاحليل الذكري او قناة مجرى البول. في مجموعة من الغدد التناسلية، ودي هنتكلم عليها تفصيلا، موجودة ريليتد للجينيتال اورجانز، بنسمي فيزيكولار جلاند اللي هي الغدة الحويصلية، امبولا داكتس ديفرنس اللي هي امبورة الوعاء الناقل، بالبيوريثرا الجلاند الغدة البصلية الاحليلية، واندز بروستيك جلاندز اللي هي غدة البروستاتا. اخر حاجة او اخر جزء في الميل جينيتال اورجانز اللي هي كوبيولاتوري اورجانز، اعضاء الجماع اللي بتتضمن البينز اللي هو القضيب او عضو الجماع في الذكر، اند اس كافرنجز الغطاء بتاعه بنسميه البريبوس او القلفة. فنشوف الميل جينيتال اورجانز كده في الصورة اللي معانا، دي صورة بول، دي التستس، وحواليها ايه؟ حواليها السكروتم، واللي ماسك فيها ده بنسميه الابيديدمس اللي هو البربخ، وبعد كده يطلع من الابيديدمس اللي هو الداكتس ديفرنس الوعاء الناقل او الازهر. في مجموعه من الغدد اللي قلنا عليها الفيزيكولار جلاند والبالبيوريثرال جلاند، وفي البروستيت والامبولا داكتس ديفرنس، دي مجموعه من الغدد موجوده حوالين الجزء الحوضي من اليوريثرا اللي هي البلفيك يوريثرا. لما نتكلم تفصيلا على قناه مجرى البول هنقول ان هي بتتكون من جزء حوضي اسمه البلفيك يوريثرا، وجزء ماشي مع القضيب بنسميه بنايل جاي من كلمه بينس، الجزء الاخير من التيبولار سيستم اللي هو البينس، الجزء اللي هو كوبيولاتوري اورجانز بقى اللي هو البينس والكفرنج بتاعته اللي هي البريبيوس. صورة تانية للميل جينيتال أورجانز، ديت التستس، وده الابيديديمس، وده الداكتس ديفرنس. الداكتس ديفرنس بتتكون في غده في نهايته بنسميها امبولا داكتس ديفرنس، واللي ملونه قدام حضرتك بالاصفر دي بنسميها الفيزيكولار جلاند، في البروستيت جلاند، ودي البالبيوريثرا الجلاند، ودي اليوريثرا. اليوريثرا في منها بلفيك يوريثرا، وبعدين تمشي مع البينس كابينايل يوريثرا. البينس بيبقى هو عضو الجماع، وحواليه الايه البريبوس او الايه القلفة اللي هي الشيس بتاعه. صورة تانية معنا، صور كتير جايبين لحضرتك صور من كل مكان، الصورة حتى اللي ما بنلاقيهاش موجودة عندنا بنصورها ونحطها لحضرتك، الصورة بتقرب المعلومة، الصورة افضل من الف كلمة. دي التستس، ده الابيديديمس، ده السكروتم اللي هو كيس الصفن اللي بيحتضن التستس والابيديديمس، وده الداكتس ديفرنس، وفي مجموعه من الغدد اللي قلنا عليها فيزيكولار جلاند والبروستيت والامبولا داكتس ديفرنس، بعد كده والبالبيوريثرال جلاند، ده البينس، وبيبقى حواليه شيس من السكين بنسميه البريبيوس. ده برضو في البول اهوت، التستس والابيديدمس الداكتس ديفرنس، مجموعه الغدد اللي هي فيزيكولار جلاند والبروستيت جلاند والبالبوريسرال جلاند. لما نشوف بقى 3D للهورس، تستس والابيديدمس والداكتس ديفرنس، وده البينز اللي هو الكوبيولاتوري اورجان في الميل. من الخارج نلاقي احنا قلنا مجموعه الاعضاء بتاعه الميل جينيتال سيستم، في مجموعه بره الجسم بتبقى اوت ذا بادي، وجوه الجسم في مجموعه جوه الجسم. اللي بره الجسم اللي هي الكوبيولاتوري اورجان بينز اهوت، وحواليه البريبوس او الشيس اللي هو القلفة اللي حواليه دي، والتستس بره الجسم موجود حواليها السكروتم او كيس الايه الصفن. نيجي نشوف بقى المانيفاكتشرنج كومبلكس كونسبت، يعني ايه مفهوم مجمع التصنيع؟ تصنيع ايه؟ هو الميل جينيتال سيستم مضبوط بيه تكوين ايه؟ تكوين في النهايه بيديني ما يسمى بسيمن او المني. المني ده بيتكون من جزئين،
جزء بيسموه سبرماتوسايت اللي هي الحيوانات المنويه اللي هتخرج من الخصيه، وجزء بيسموه سيمينال فلويد، السيمينال فلويد السائل المنوي اللي هتسبح فيه الحيوانات المنويه، انما كله على بعضه بنسميه ايه؟ السيمن اللي هو المني. فالمانيفاكتشرنج الايه؟ للسيمن. نشوف بدايته بتبقى فين؟ بدايته بتبقى في التستس. الصوره اللي قدام حضرتك دي عباره عن الميل جنتال اورجانز في البولد تيستس، ده الابيديمس، ده الدكتس ديفرنس، دي مجموعه الاكسسوار جنتال جلاند اللي هي موجوده جوه منطقه الحوض، بعد كده دي اليوريثرا او قناه مجرى البول. اليوريثرا جزء منها بيسموه بيلفيك بارت، جزء حوضي وجزء ماشي مع القضيب بره الجسم، بقى يبقى الاجزاء دي كلها بره الايه؟ الجسم. الجزء اللي ماشي مع القضيب بنسميه بينايل يوريثرا. كل وظيفه هذه الاعضاء ايه؟ انتاج السيمن، انتاج حيوانات منويه قادره على الحركه وعلى الاخصاب، وتوصلها فين؟ توصلها للفيميل جينيتال تراكت لحد ما يحصل الميتنج او الكوبوليشن او الجماع، وتوصلها للفيميل جينيتال تراكت. ففي التستس بيبقى في هاي مانيفاكتشرنج، بيبقى مكان التصنيع الاساسي، والسبيد بتبقى عاليه، سرعه الانتاج بتبقى عاليه. فبتلاقي التستس ممكن بيوصل عدد الحيوانات المنويه للانتاج في الملي ديلي من 1 ل 25 × 10^9. الحيوانات المنويه اللي اتكونت او المنيه او النطف اللي هي السبرماتوسايتس اللي اتكونت في التستس هتروح فين؟ هتروح على الابيديدمس. لما هناخد تشريح تستس والابيديدمس هنلاقي ان التستس بينقسم لهيد وبودي وتيل، والابيديدمس بينقسم لهيد وبودي وتيل. نشوف بقى الحيوانات المنويه لما تهاجر من الخصيه وتروح للابيديدمس، تروح الاول للهيد بتاع الابيديدمس، بعد كده تروح للبادي بتاع الابيديدمس، بعد كده تخزن في التيل. ففي الهيد بتاع الابيديدمس وفي البادي بتاع الابيديدمس بيسموها الفينشنج شوبس، تلاقي في فلويدز جايه مع السبرماتوسايتس اللي جايه من التستس، يحصل لها ايه؟ الفلويدز يحصل لها ابزوربشن، بيبقى عدد السبرماتوسايت من 8 ل 25 × 10^9. بيحصل فيه ممبرين تشينجز او تشينجز في الممبرين بتاع السبرماتوسايت اللي جايه من التستس لما تتخزن في الابيديدمز، هنا يحصل تغير في الممبرين بتاعها. وبيحصل كمان ان ما يسمى بالسيتوبلازميك دروبليس يحصل لها ترانسلوكيشن. هنشوف الترانسلوكيشن بتاع السيتوبلازميك دروبليتس اللي هي بقايا من السيتوبلازم بتاع السبرماتوسايت اثناء نموه، بيحصل ان بيبقى موجود بعض الدروبليتس حوالين السبرماتوسايت دي، بتنتهي منها او بيتخلص منها السبرم في منطقه الايه؟ الابيديدمس. حد يقول لحضرتك بتقول هنا من 1 ل 25 × 10^9، هنا بقى من 8 ل 25 × 10^9، ازاي العدد يزيد؟ لانهم بيقيسوا هنا العدد في الملي لتر. طب العدد هنا كان من 1 ل 25 × المللتر، مش كده؟ طيب هنا كان حوالين السبرماتوسايت فلويدز، فلما جم عدوا السبرماتوسايت هنا زاد العدد. ليه؟ لان حصل فلويد ابزوربشن، لما اتسحبت السوائل اللي حوالين السبرماتوسايت تركيزها يزيد. بعد كده بتهاجر السبرماتوسايت، تروح فين؟ تروح للتيل اوف ذا ابيديدمس، يبقى المنطقه دي كان بيحصل فيها الفلويد ابزوربشن، بيحصل تشينج في الممبرين، بيحصل نيوكلار وي فلاجيلر استابيلايزيشن، يحصل تثبيت لاجزاء السبرماتوسايت. تروح بعد كده، احنا خدنا كده الهديه بتاعتنا اللي هي السبرماتوسايت، بعد كده تهاجر للتيل بتاع الابيديدمس، ده بيسموه الوير هاوس اند شيبنج. هنغلف بقى الايه؟ الحيوان المنوي. يحصل له ستورج هنا، بيوصل في التيل اوف ذا ابيديدمس ممكن يقعد الحيوان المنوي 10 ايام. يحصل ايه؟ يحصل العدد يزيد هنا نتيجه ان الفلويدز بيحصل لها ابزوربشن، بيوصل عدد من 10 ل 50 × 10^9. السموث ماسل كونتراكشن اللي تحصل للسبرم في التيل اوف ذا ابيديدمس، تطرده بعد كده او تطلعه للدكتس ديفرنس، يمشي على الدكتس ديفرنس. كمان بيحصل هنا ماتوريشن للحيوان المنوي، يبقى في التيل اوف ذا ابيديدمس يحصل ايه؟ يحصل الماتوريشن للحيوان المنوي، يحصل دايسلفايد كروس لينكينج، اجزائه تتربط مع بعضها، يعني الحيوان المنوي اللي خارج من الابيديدمس ده خلاص بقى حيوان منوي ناضج. السموث ماسلز بتاعه الابيديدمس تطلعه فين؟ تطلعه على اليوريثرا بقى عن طريق ما يسمى بالدكتس ديفرنس اللي هو الاصهر او الوعاء الناقل. الدكتس ديفرنس ده يصبه فين؟ عند الانيشال بارت اوف ذا يوريثرا، عند بدايه قناة مجرى البول اللي هي جزء الحوض هنا او الاحليل البولي هنا اللي هي اليوريثرا، فيما يسمى بيه الكوليكولا سيميناليز، المجمع المنوي. بس قبل ما يصب ويجي عليه بقى،
يجي له ايه؟ يجي له فلاويدز، بيسموها السيمينال فلاويدز او السيمينال بلازما. دي بتفرز سوائل، بتفرز من الاكسسوري جينيتال جلاندس، تضاف للحيوانات المنويه. تضاف للحيوانات المنويه ليه؟ عشان تغذيها وتعمل لها سبورت. لا ده الابعد من كده بقى، ان في غده هنا اسمها البلب يورسترال جلاند، شايف بعيده عن مجموعه الغدد، هي اخر غده موجوده وهندرسها. بس دي الفيرست جلاند سكريشن في اثناء الكوبوليشن او الميتنج. اول غده بتفرز في الجماع، تفرز ايه؟ السائل بتاعها، ينزل ينقي ليمهد الطريق للحيوان المنوي قبل عمليه الايجاكوليشن او عمليه القصف. فمجموعه الغدد دي بتفرز سوائل تعمل نيوتريشن للحيوانات المنويه، تعمل لها سبورت. دي مجموعه الاكسسوري جينيتال جلاندس، الغدد التناسليه اللاحقه دي. بعد كده الحيوان المنوي او المني بقى جاهز لعمليه الايجاكوليشن، بقى يوصل فين؟ يوصل للديليفرد سيستم اللي هو بقى التوصيل لحد المنزل. بقى تبدا ديليفرنج سيستم دوت اللي هو البينس، اللي هو القضيب او عضو الجماع، يحصل له اريكشن، انتصاب، بروتريوجن يخرج من الشيس. بعد كده يحصل ايميشن، قبل عمليه القصف ينزل بعض السوائل اللي هي نتيجه افراز البلب يوريثرال جلاند او غده البصل الاحليليه دي. بعد كده يحصل الاجاكوليشن، القصف اثناء عمليه الميتنج او كوبوليشن اثناء الجماع. يروح فين؟ يروح للفيميل جينيتال تراكت، يروح للانثى بقى اللي هندرسها تفصيلا في الفيميل جينيتال سيستم. ده كان بيسموه ايه؟ بيسموه المانيفاكتشرنج كومبلكس كونسبت، اللي هو مفهوم مجمع التصنيع للحيوان المنوي. نشوف الصوره اللي معانا دي، الحيوانات بتخرج من التستس بالشكل ده، فيها ايه؟ فيها سيتوبلازميك دروبليتس، يعني فيها بعض فضلات السيتوبلازم. لما هناخد الاسبرماتوجينيسيس او تكوين الامشاج الذكريه او عمليه تكوين الحيوان المنوي، هنلاقي في جزء من السيتوبلازم بتاع الخلايا الجنسيه بيتساب على الاسبرماتوسايت. الجزء الزايد ده بيسموه دروبليتس. فالدروبليتس بتبقى الاول عند النك بتاع الاسبرماتوسايت، بعد كده يحصل لها ترانس لوكيشن، يعني تغير المكان بتاعها، تنزل في جزء من الفلاجيلم او التيل اوف ذا سبرماتوسايت لحد ما يتخلص منها خالص. القصه دي او الماتوريشن ده بيحصل فين؟ بيحصل في الابيديدمس. كومبليت ماتوريشن يحصل في التيل بتاع الابيديدمس، في نهايه الابيديدمس، لحد ما يطلع عن طريق الايه؟ الداكتس ديفرنس، اللي هو الوعاء الايه؟ الناقل. ده بقى سبيرم كامل اهو، حظ جاهز للايجاكيوليشن اهو، بقت السبرمات متحركة وكملت النضج بتاعها. اول اورجان من الميل جينيتال اورجانز اللي هو التستس او التستيكلز، اللي هما الخصيتين. الخصية هي الريبرودكتيف اورجان اوف ذا ميل which produced spermatozoa and secrete male sex hormone. يبقى هي الخصية هي الاساس او السنتر بتاع الميل جينيتال organs. دي بتنتج الحيوانات المنوية، بجانب ايه كمان؟ بجانب السكس هرمون اللي هو التستوستيرون او الاندروجين. ولذلك علم الذكورة يسموه ايه؟ يسموه اندرولوجي. اللي نحط اولوجي ليه كلمة اندروجين، يبقى اندرولوجي اللي هو علم الذكورة. الشيب والسايز والويت والبوزيشن بيختلف تبع نوع الحيوان او تبع جنسية الحيوان دهوت او الانيمال سبيشيز. لما نيجي نشوف الجروس اناتومي اوف ذا تيستس، التيستس لها 2 سيرفيس، 2 سيرفيسز و 2 بوردرز و 2 اكستريميتيز. لها سطحين، ميديال ولاترال سيرفيس. الميديال ولاترال سيرفيس بيبقوا الاثنين كونفكس، لها ميديال سيرفيس ولاترال سيرفيس. الاثنين سيرفيس بتوعها بيبقوا الاثنين بيبقوا كونفكس او محدبين. البوردرز بتاعتها بقى لها حافة بيسموها فري بوردر، ولها حافة بيسموها الاتاجد بوردر او الابيديدمال بوردر، يعني حافة ملتحمة مع ايه؟ مع الابيديدمس. الابيديدمس او البربخ ملتحم هنا على حافة الخصية، بيختلف مكان تواجده من حيوان لحيوان. بيسموا البوردر اللي موجود عليه الابيديدمس ده الابيديدمال بوردر او الاتاجد بوردر، الحافة الملتحمة او الحافة البربخية. الحافة اللي هي معاكسة ليها او الاوبوزيت ليها هي الفري بوردر. فالتو بوردرز عبارة عن ابيديدمال بوردر وفري بوردر. التو اكستريميتيز بتاعة التستس، في الهيد اكستريميتي
الراس بتاعه الخصيه والتيل اكستريميتي. الاثنين دول بيبقوا كروسبوندنج تو ذا هيد اوف ذا ايبيديديمس والتيل اوف ذا ايبيديديمس. البربخ نفس الكلام، نلاقي بعد كده نلاقي التستس لها هيد وبادي وتيل، والابيديديمز له هيد، دي الهيد بتاع الابيديديمز ودي البادي بتاعته وده التيل بتاعته. يبقى التستس لها تو سيرفيسز تو بوردرز اند تو اكستريميتيز. نيجي نشوف الاستراكشر اوف ذا تستس. التستس كفرد اكسترنالي باي سيك وايت فايبرس كونكتيف تيشو كبسول. الكبسول او المحفظه بتاعه التستس او الخصيه بتتكون من 3 طبقات. الطبقة الخارجية بيسموها الأوتر فيسرال لير أوف ذا تونيكا فاجيناليز. التونيكا فاجيناليز دي جزء من البريتون حوالين الخصية. هنقول جه منين البريتون بعد كده لما نشوف الديسنت أوف ذا تيستس. يبقى أول طبقة من طبقات الكبسولة بنسميها الفيسرال لير أوف تونيكا فاجيناليز، الطبقة الحشوية من ما يسمى بالتونيكا فاجيناليز أو الفاجينال تونيك. تحت الفاجينال تونيك في طبقه تانية اللي بشاور لحضرتك عليها، دي عباره عن سك او فايبر الاستيك كبسوله بيسموها التونيكا البوجينيا، اللي هي الغلاله البيضاء. الغلاله البيضاء دي هي اللي عامله الكبسوله بتاعه التستس، عامله الغلاف اللي حوالين التستس وماسكه البارانكيما بتاعتها، ويخرج منها بعد كده ترابيكولي او سبتا. تحت التونيكا البوجينيا في طبقة تانية أو غلالة تانية بيسموها التونيكا فاسكولوزا. نشوف مع بعض كده. يبقى دي كانت الفيسرال لاير اوف ذا تونيكا فاجيناليز، دي بقى التونيكا البوجينيا اللي هي تحتها. لو قطعنا في التونيكا البوجينيا هنلاقي ما يسمى بالتونيكا فاسكولوزا اللي هي ماشي فيها الأوعية الدموية اللي قدام حضرتك دي. والأوعية الدموية دي لو التونيكا البوجينيا دي سك بيبان بسيط قوي الطبقه اللي تحتها، لو هي سن يعني رفيعه او خفيفه شويه كده نبص نلاقي التونيكا فاسكولوزا او الاوعيه الدمويه اللي موجوده في الكبسوله بتاع الخصيه واضحه لينا قوي. يبقى دلوقتي اول حاجه من تركيب الخصيه اللي هي الكبسول. الكبسول بتتكون من اوتر فيسرال لاير اوف تونيكا فاجيناليس، تونيكا البوجينيا اند تونيكا فاسكولوزا. التونيكا البوجينيا هي الطبقه الخارجيه، حتى بيسموها الغلاله البيضاء الخارجيه اللي هي القشره بتاع البرتقان دي، ودي بتعمل حفاظ على الخصيه الكبسوله بتاعتها. وموجود تحتها الارتريز والفينز بتوع الخصيه فين؟ في التونيكا فاسكولوزا او الطبقه الوعائيه من المحفظه الخصويه. بعد كده التونيكا فاسكولوزا اللي هي فيها اللي يحصل اربرايزيشن او تفرع للاوعيه الدمويه بتاعه الخصيه. من التونيكا البوجينيا يبدا يخرج ايه بقى؟ يخرج سبتا او ترابيكيولي، يخرج فواصل خصويه كده او حواجز خصويه. الحواجز الخصويه دي تتقابل في النص هنا، تكون لي ماس من الكونكتيف تيشو بيسموها الميدياستاينم تيستس. المنصف الخصوي اللي في النص قدام حضرتك ده بيسموه الميدياستاينم تيستس، ميدياستاينم تيستس المنصف او الحاجز الخصوي. نشوف دياجراماتيك بقى. الطبقة الخارجية دي هي التونيكا البوجينيا. التونيكا البوجينيا دي عبارة عن فايبرس كبسول حوالين الخصية، يخرج منها السيبتيولي تيستس او السيبتا اوف ذا تيستس، الفواصل الخصوية. الفواصل دي قسمت للخصية لايه؟ للوبيولز، لفصيصات. كل البيولز البيز بتاعته متجهه تو اوت سايد اوف ذا سيرفيس، متجه للخارج. السيبتيولي تيستس بتتقابل في النص وتعمل لي ما يسمى به الميدياستاينم تيستس. يبقى الميدياستاينم تيستس دي ناتجه منين؟ ناتجه من تقابل الحواجز اللي ما بين الفصيصات دي. زي ايه؟ زي البرتقال حضرتك لما تقشرها يبقى في طبقه بيضه حواليها، الطبقه البيضه دي بعت سبتة او حواجز. الحواجز دي تتقابل في النص تكون ايه؟ تكون السره بتاع البرتقانه. منطقه السره بتاع البرتقانه دي هي الميدياستاينم تيستس. الفصوص بقى بتاع البرتقانه دي جواها ايه؟ جواها ما يسمى بالسيمينيفراس تيبيوز اللي هي الانيببات الخصويه. الانيببات الخصويه دي جوه الفصوص، الفص بتاع البرتقان نفسه دي جواها ايه؟ جواها السيمينيفراس تيبيولز او الانيببات المنويه. نشوف رسمه ثانيه. هو الصوره دي اوضح لحضرتك اهو، ديت التونيكا البوجينيا اللي احنا مشاورين عليها دي. تعمل ايه؟ يخرج منها السيبتيولي تيستس دي اللي هي الفواصل دي، تتقابل في النص وتكون لي الميدياستاينم تيستس. الميدياستاينم تيستس دي في نص الخصيه او منصفه الخصيه، موجوده سنترا في كل الحيوانات ما عدا الهورس زي ما هنشوف
تباعا. الفصوص بقى بتاعت الخصية او الفصيصات الليبيولز بتاعت الخصية موجود جواها ايه؟ موجود جواها السيمينيفرس تيبيولز. السيمينيفرس تيبيولز دي بتتكون من جزئين، جزء للخارج بيبقى كونفوليوتد او كويلد، يعني جزء مجعد زي قدام حضرتك كده ملتوي، وجزء استريت. ده بيسموه بارز كونفوليوتا وده بيسموه بارز ريكتا، او كونفوليوتد سيمينيفرس تيبيول وستريت سيمينيفرس تيبيول، جزء مستقيم. الجزء المستقيم ده يتقابل مع بعضه في النص يكون لي ما يسمى بالريتيتستس، الشبكة الخصوية. الشبكة الخصوية دي عبارة عن ايه؟ عن تشابك من الجزء الاستريت من السيمينيفرس تيبيولز. يبقى عاوز حضرتك تفرق لي ما بين الريتيتستس والميدياستاينم تيستس. الميدياستاينم تيستس دي عبارة عن كونكتيف تيشو ماس، يعني نسيج ضام موجود في مستنصف الخصيه اللي قلت لك الصره بتاع البرتقانه دي. انما الريتيتستس عباره عن تشابك للستريب بارت اوف ذا سيمينيفرس تيبيولز. لما نشوفها في صوره بالالكترومايكروسكوب نبص نلاقيها ايه؟ دي الريتيتستس، تشابك للبارز ريكتا او الستريت بارت اوف ذا سيمينيفرس تيبيولز. زي ما قلنا ان التستس لها هيد وبادي وتيل. الابيديديمس كمان اللي هو البربخ له هيد وبادي وتيل. من الريتيتستس دي بقى يبقى الحيوانات المنويه هتتكون لي فين؟ جوه السيمينيفرس تيبيول. من الريتيتستس دي يبدا يخرج ايه؟ تتكون ما يسمى بالافرنت داكتيوز، القنيات الصادره. الافرنت داكتيوز دي تنقل السبرماتوسايت اللي كونت جوه السيمينيفرس تيبيول لايه؟ لتكون من الافرنت داكتيوز دي الدكت اللي انا بشاور عليها دي بيسموها ابيديديمال داكت، القناة البربخية. الابيديديمال داكت دي عبارة عن هايلي كويلد وباكد تيوب، عبارة عن قناة او داكت ملتوية، كأنك جبت خيط وتانيت وتانيات كتيرة جدا. فليه بقى؟ علشان تطول المسافة اللي يتخزن فيها الحيوان المنوي يحصل له ستورج لحد ما يحصل له ايه؟ ماتيوريشن. يبقى الافرنت داكتيولز دي تتجمع وتكون لي ما يسمى بالابيديديمال داكت. الابيديديمال داكت تبدأ في الهيد اوف ذا ابيديديمس، بعد كده البودي اوف ذا ابيديديمس، بعد كده التيل اوف ذا ابيديديمس، وتستمر الابيديديمال داكت كايه؟ كداكتس ديفرنس اللي هو الوعاء الناقل او الاصهر. حتى نقول الداكتس ديفرنس هو ايه؟ عبارة عن ايه؟ عن الكونتينويشن اوف ذا ابيديديمال داكت. يبقى الوعاء الناقل هو عبارة عن استمرارية الابيديديمال داكت. ده كان الاستراكشر بتاع التستس. طيب لو دخلنا بقى جوه السيمينيفرس تيبيول نفسها هنقابل ايه؟ نبص حضرتك مع بعض كده، ادي السيمينيفرس تيبيولز او الانيببات المنويه جزء كونفوليوتد او جزء ملتوي وجزء بنسميه الاستريت. تتقابل الاستريت بارتس بتاع السيمينيفرس تيبيول في منطقه الريتي كونوا الريتي تيستس داخل الميدياستاينم تيست. ندخل جوه الانيببات نفسها بقى نلاقي الانيببات المنويه او السيمينيفرس تيبيولز فيها ايه؟ فيها مجموعه من خلايا الجيرم سيل، الخلايا الجنسيه في اللي هي بتبدا بالسبرماتوجونيوم، بعد كده برايمر سبرماتوسايت، سكندر سبرماتوسايت، سبرماتيد، لحد ما نوصل لمرحله الايه؟ السبيرم اللي هو الحيوان المنوي الناضج بقى اللي هو هيخرج من التستس ويروح للابيديديمس. نلاقي ما بين السبرماتوجونيوم خلايا بنسميها ايه؟ بنسميها السارتولي سيل. السارتولي سيلز دي خلايا كبيره ولها سيتوبلازمك ممبرين كبير بيعمل بروسيسز او سيدوبوديا كده، اقدام كاذبه يحافظ على الحيوانات المنويه، حتى بيسموها جوفرنرز اوف ذا سبرماتوجينيسيس، يعني المحافظ على عمليه السبرماتوجينيسيس هي السارتولي سيل. السارتولي سيلز دي بتمثل ام للحيوانات المنويه، هي اللي بتحافظ على الحيوان المنوي، بتمنحه التغذيه، بتمنحه البروتكشن، بتمنحه السبورت لحد ما يخرج جوه التجويف بتاع السيمينيفرس تيبيولز هنا ويتحرر منين؟ من السارتولي سيل. ما بين الانيببات المنويه او ما بين السيمينيفرس تيبيولز في مجموعه من الخلايا بنسميها اللايدج سيل او الانترستيشال سيلز، اللي هي خلايا لايدج او الانترستيشال سيلز اللي هي الخلايا البينيه. الخلايا البينيه دي هي اللي بتفرز التستوستيرون هرمون او هرمون التستوستيرون او الاندروجين، وده اللي مسؤول عن عمليه السبرماتوجينيسيس. يعني السبرماتوجينيسيس ما تبداش الا في وجود مستوى عالي من التستوستيرون. كمان اللايدج سيل دي تفرز ايه؟ تفرز بايندنج بروتين او بروتينات ترتبط بالتستوستيرون عشان تخلي مستواها عالي في المنطقه دي عشان السبرماتوجينيس عمليه تكوين الامشاج الذكريه تستمر.
صورة تانية معانا اهو لسارتولي سيلز، وادي الحيوانات المنوية كأنها بتعمل ساكلينج فيها، دي الام بتاع الحيوانات المنوية، دي المحافظ على الحيوان المنوي لحد ما تكمل عملية السبرماتوجينيسيس. ده عبارة عن هيستولوجيكال سيكشن للسيمينيفراس تيبيولز، بنلاقي فيه سبرماتوسايت في ديفرنت ستيجز اوف ذا جروث اللي هي بتبدأ بالسبرماتوجونيا، وهناخدها تفصيلا في عملية السبرماتوجينيسيس في الجنرال امبريولوجي، عملية تكوين الامشاك في الجنرال امبريولوجي. نبص نلاقي هنا بنسميها سبرماتوجونيا، بعد كده تنقسم تديني برايمري سبرماتوسايت، سكندري سبرماتوسايت، السبرماتيد، في الاخر يبقى سبيرم حيوان منوي قادر على الحركه، يسيب بقى الخلايا دي ويسيب السارتولي سيل ويسبح في اليومن او في تجويف السيمينيفراس تيبيولز. ما بين السيمينيفراس تيبيولز بنلاقي البلاد فيسز وبنلاقي اللايدج سيل او خلايا لايدج. نشوف صوره تانية داخل الانابيبات المنويه او السيمينيفراس تيبيولز، نلاقي السارتولي سيلز والسبرماتوجينيك سيلز او السبرماتوجونيا والسبرماتوسايت في الديفرنت ستيجز اوف ذا جروث. لا ده البايندنج بتوين ذا سارتولي سيل البيثيليوم بتاع السيمينيفراس تيبيول بيرتبط مع بعضه، والسارتولي سيلز موجوده عملت ايه؟ عملت ما يسمى بالبلاد تستيكولار بارير، عملت لي حاجز او فاصل ما بين الدم وما بين الخلايا الجنسيه او السبرماتوسايت في الخصيه. فالسيمينيفراس ايبيثيليوم ده فورم باي تايت اوكلودنج اند اديجن جانكشن بتوين ادجاسنت سارتولي سيل، يبقى السارتولي سيل عامله بايندنج مع بعضها، ملتحمه مع بعضها، عملت بارير، عملت حاجز بيعمل ريستريكت للديفيوجن من الانتر ستيتيوم and the blood vessels، يبقى مش اي حاجة تدخل للحيوانات المنوية هنا. السارتولي سيل عملت حاجز هنا سموه ايه؟ سموه blood testicular barrier، حاجز ما بين الدم اللي هيجي للانيبيبات المنويه او السيمينيفراس تيبيول وما بين السبرماتوسايتس دي، عشان تدي اوبتمال انفايرومنت، تدي بيئه خصبه للحيوانات المنويه، المواد المفيده بس اللي هي تسمح بدخولها للحيوانات المنويه، والمواد الضاره ما تسمحش بدخولها. فعملت ما يسمى بالتستيكولار بلاد بارير او البلاد تيستس بارير حاجز. ليه بقى؟ لانها قسمت المكان ده لما يسمى بالبيزال تشامبر والادريومينال تشامبرز، يبقى قسمت السيمينيفراس تيبيول لجزئين، جزء بنسميه بيزال تشامبر وادريومينال تشامبر. امال ايه اللي في النص ده؟ ده الميليومن بتاع السيمينيفراس تيبيول، ده التجويف بتاع الانبوبه، انما الجدار بتاع الانبوبه السارتولي سيل قسمته لي بيزال تشامبر وادريومينال تشامبر. الميتوزس كله بيحصل في البيزال تشامبر، بعد كده يعدي هنا لمنطقة الأديليومال تشامبر، يحصل ايه؟ يحصل الميوزس، التغير بقى من السبرماتوجونيوم لبرايمري سبرماتوسايت، سكندري سبرماتوسايت، بعد كده السبرماتيد، بعد كده السبرماتوسايت اللي هو هيتركها ويدخل جوه اليومن بتاع السيمينيفراس تيبيول. طب يطلع من اليومن بتاع السيمينيفراس تيبيول فين؟ يطلع على الريتيتستس، بعد كده من الريتيتستس يطلع فين؟ يطلع للإفرانت داكتيوز، من الإفرانت داكتيوز تتكون ايه؟ يتكون الإبيديدمال داكت. ولذلك نيجي نقول لحضرتك، قول لي الجيرني اوف ذيس فيرم فروم ذا سايت اوف اتس برودكشن تيل ذا سايت اوف ذا فيرتلايزيشن، قول لي الرحله بتاع الحيوان المنوي من مكان انتاجه هو بينتج فين؟ بينتج في السيمينيفراس تيبيولز كده، بيبدا من السبرماتوجونيوم، بعد كده برايمري سبرماتوسايت، سكندري سبرماتوسايت، سبرماتيد، بعد كده سبرماتوزوا او سبيرم حيوان منوي. الحيوان المنوي ده يبدا منين؟ من اليومن بتاع السيمينيفراس تيبيول، يروح فين؟ يروح للريتيتستس، بعد الريتيتستس يروح فين؟ للإفرنت داكتيوز، القنوات الصادرة دي، بعد كده يروح للإبيديدمال داكت، الإبيديدمال داكت تستمر كأي داكتس ديفرنس، بعد كده يكمل الرحلة بتاعته رحلة شاقة وطويلة، بتقابل السبرماتوسايت لحد ما يوصل للأوفم ويعمل لها فيرتلايزيشن. صورة تانية معانا اهو، السارتولي سيلز دي قسمت الوول بتاع السيمينيفراس تيبيول، عملت لي بارير حاجز
ما بين الدم وما بين الاسبرماتوسايت عشان تسمح بمرور المواد المفيده للحيوانات المنويه وتحجز المواد الايه الضاره او اي هارمفول سبستانس تروح للاسبرماتوسايت. الميتوز بيحصل في البيزال تشامبر، انما الدي ليومينال تشامبر يحصل فيها الميوزيس اللي هو التحور للحيوان المنوي لحد ما يوصل لي بشكل الاسبرم المتعارف عليه اللي هناخده تفصيلا في الجنرال امبريولوجي. فالبارير ده افكت اللي ديفايدنج السيمينيفرس ابيثيليوم انتو تو تشامبرز بيزال كومبارتمنت، وده فري اكسس تو ذا سبستانس فروم اوتسايد تو ذا تيبيول، يبقى اي حاجه هتعدي. بعد كده الادليومينال كومبارتمنت الانفايرمنت ويتش كنترولد باي ذا سارتولي سيل، الادليومينال كومبارتمنت دي يتحكم فيها بقى السارتولي سيل تسمح بمرور سبستانس معينه عشان تدي ايه، عشان تعمل ديترمينيشن لمايكرو انفايرمنت، تبقى البيئه اللي موجوده هنا بالمواد الغذائيه اللي فيها بكل ما تحتويه من مواد مناسبه لانتاج عمليه الاسبرماتوجينيس او تكوين حيوانات منويه. انما هنا بيحصل الميتوز، اي مواد تيجي من الدم تدخل في منطقه البيزل تشامبر، انما دي اليوم التشامبر يبقى فيه سيلكتيف بقى في اختيار. قبل ما نبدا في الكومباريتيف بتاع التستس لازم حضرتك تعرف معايا يعني ايه بيلفيك كافيتي وعلى الاخص البيلفيك اوتلت. البيلفيك كافيتي بي الديسكشن بتاعه او تشريح حضرتك هتاخده معانا في الفرقه الثانيه. النهارده هنعرف مع بعض ما يسمى بالبيلفيك اوتلت، مخرج الحوض. مخرج الحوض احنا عندنا العظمه دي بيسموها ايه، بيسموها البيلفيك بون او الاسكوكزي. الاسكوكزي مع الساكرم اللي هو عظمه العجز، دي مجموعه من الفقرات بيختلف عددها من حيوان لحيوان. على سبيل المثال في الغرس خمس فقرات ملتحمين مع بعض بيكونوا لي عظمه واحده بنسميها الساكرم، والفيرست تو اور ثري كودال فيرتبري اول فقرتين او ثلاث فقرات زي اللي بيكونوا لي ما يسمى بالبوني بيلفس الحوض العظمي، دي العظام اللي بيكون منطقه الحوض. البلفيك اوتليت اللي هو مخرج الحوض، مخرج الحوض بيكون دور زلي من ايه؟ يكون دور زلي من السيرد كودال فيرتبري، السيرد او السكند اور سيرد كودال فيرتبري، يبقى الفقره الثانيه او الثالثه زيليه دي اللي مكونه السقف بتاع المخرج بتاع الحوض. مخرج الحوض هنا بيكونوا الفقره الزيليه او الثانيه او الثالثه كودال فيرتبري. الجناب بتاعته بقى مخرج الحوض كانه باب، باب حضرتك هتخرج منه، السقف بتاعه ايه؟ تالت فقرة او تاني او تالت فقرة زيلية. طب الجناب بتاعته؟ الجناب بتاعته اللي هي اللاترال وول بتاعته بيكونها ايه؟ بيكونها الفري ايدج اوف ذا برود ساكروتيوبرال ليجامنت. البرود ساكروتيوبرال ليجامنت هو اللي قافل اللاترال وول بتاع البلفس، ده الحوض في الهورس اهو، دي الاسكوكزي، ده الساكرم، ده الفيرست 2 اور 3 كودال فيرتبري، يبقى المنطقة دي كده بنسميها البلفس. تمام. اللاترال وول مكونها ايه؟ مكونها البرود ساكروتيوبرال ليجامنت. احنا بنتكلم دلوقتي على الاوتلت، على المخرج بتاع الحوض. المخرج ده بيكونه من فوق ثالث فقره زيليه، ثاني او ثالث فقره زيليه. الجناب بتاعته كان بيكونها ايه؟ الفري ايدج اوف ذا برود ساكروتيوبرال ليجامنت، بجانب عضله هنا بنسميها السيمي ممبرانوزس ماسل. امال الارضيه بيكونها ايه بقى؟ الفلور، العتبه بتاعه الباب دي، بيكونها ما يسمى بالاسكيال ارش. حضرتك دي الاسكوكزي او عظمه الحوض بتكون من ثلاث عظمات، الاليوم والاليوم عظمه الحرقوفه دي، وبعدين ده الاسكيوم اللي بشاور لحضرتك عليه ده، وبعدين دي اللي على شكل حرف ال دي بيسموها البيوبس. خدنا حاجه اسمها البيلفيك سيمفيسز اللي هو الارتفاق الحوضي، عباره عن البيوبك سيمفيسز، التحام اللعنتين مع بعض، عظمتي العانه مع بعض يكونوا حاجه اسمها البيوبك سيمفيسز، والاثنين اسكيوم مع بعض يكونوا حاجة اسمها اسكيال سيمفيسز الارتفاق الوركي، كله على بعضه بنسميه ايه؟ بنسميه البلفيك سيمفيسز. بس الاتنين اسكيام وهم بيلتحموا مع بعض سابولي ايه؟ سابولي هنا ارش، ده سميناه اسكيال ارش، اسكيال ارش. نعرف مع بعض ما يسمى بالاسكيال ارش والاسكيال تيوبريست. يبقى البلفيك اوتلت بيكونوا دور زلي السكند اور ثيرد كودال فيرتبري، الفقره الزيليه الثانيه او الثالثه، وفنترالي اللي بيكونوا الاسكيال ارش.
القوس الوير كده من الجناب بقى ايه اللي بيقفل المنطقه دي؟ برود ساكرو تيوبرال ليجامنت. يبقى هنا كده في المنطقه دي اللي هو اللاترال وول بتاعه الاوتليت بيكونوا الفري ايدج اوف ذا برود ساكرو تيوبرال ليجامنت اند سيمي ميمبرانوزس ماسل. ده لو شفنا مخرج الحوض بالشكل ده مقفول بقى المنطقه دي بيسموها منطقه الايه البرينيوم. ادي السيمي ميمبرانوزس ماسلز. ده كان بالنسبه للبلفيك اوتليت. بلفيك اوتليت ايه اللي يقفل البلفيك اوتليت اللي قدامنا ده بقى؟ ايه اللي هيقفله بقى هنا؟ المنطقه اللي هتقفل البلفيك اوتليت هنا بتاع الحيوان مخرج الحوض هنا بنسميها البرينيوم او البرينيال ريجون، المنطقه اللي هي هتقفل الحوض. يبقى مخرج الحوض حاجه وقفله الحوض حاجه تانية. يبقى مخرج الحوض بنسميه بلفيك اوتليت. ايه اللي هيقفل الحوض من الداخل بقى او هيقفله من بره كده؟ ايه اللي هيقفل الحوض من الخارج؟ منطقه بنسميها البرينيال ريجون. منطقه البرينيال ريجون، البرينيال ريجون او منطقه العجان دي البورشن اوف ذا بودي وول ذات كفر ذا بيلفيك اوتليت، يعني المنطقه من جدار الجسم اللي هي بتغطي منطقه البيلفيك اوتليت اللي هو كودال بيلفيك ابريتشر. This around the anus and the terminal part of the urogenital tract. المنطقة اللي بتغطي الجزء الخلفي من الجسم للحيوان ده الجزء الخلفي، دي منطقة البلفيك اوتليت اللي اتكلمنا على الحدود بتاعته اللي هو مخرج الحوض. الباب ده ايه اللي بيغطيه بالخارج بقى؟ ايه اللي هيقفله من الخارج؟ المنطقة دي يسموها البرينيال ريجون. برينيال ريجون لما نيجي نشوف حدود البرينيال ريجون قالك بلوز روت اوف ذا تيل دورزالي، المنطقه اللي هي تحت الديل من ناحيه الدورزال اسبكت اهو. ده ميل سابجكت، ده في ذكر حصان، ده هنا في الانثى او في المير اللي هي انثى الحصان. دي منطقه البرينيال، البرينيال ريجون او البرينيوم اللي هي منطقه العجان دي. بتمتد منين؟ من البيز اوف ذا تيل، من قاعده الديل دورزالي، والميديال اسبكت اوف ذا ساي ميديالي اند ذا اسكيال ارش فينترالي. يبقى بتمتد من القاعده بتاعه التيل ناحيه الدورزال، ومن الميديال اسبكت اوف ذا ساي من الجانبين بتوع الفخذين دولت من الجناب لحد فين؟ لحد الاسكيال ارش. الاسكيال ارش اللي هو ناتج من التحام الاثنين اسكيام اللي شفناه في البلفيك اوتلت. المنطقه دي بيسموها البرينيال ريجون، كل دي اسمها البرينيال ريجون. بتحتوي على ايه البرينيال ريجون دي؟ بتحتوي على الانس ونهايه الجينيتال اورجان. نبص نلاقي ان قسموا البرينيال ريجون دي لمنطقتين، منطقه بيسموها الانال ريجون اللي هي بتعمل سراوندنج للانس، ومنطقه بيسموها يورو جينيتال ريجون. يبقى البرينيال ريجون كومبوزد اوف تو ريجون، انال ريجون ويورو جينيتال ريجون. نشوف الصوره اللي معانا دي، دي منطقه البرينيه، في دي منطقه الانس او فتحه الشرج. الانس ما حواليه مجموعه من المصل، المنطقه من البيز بتاع التيل لحد الانس دي سموها انال ريجون. امال المنطقه الثانيه اللي فيها بقى ايه؟ فيها الروت اوف ذا بينس في الذكر، وفيها الفالفا اللي هو الفرج في الانثى زي ما هنشوف في الصور تباعا دلوقتي. دي المنطقه بيسموها يوروجينيتال ريجون، كلها على بعضها اسمها ايه؟ برينيال ريجون. نبص نلاقي اد انس، دي المنطقه دي سموها الانال ريجون بمجموعه عضلات اللي هي الانال ماسلز، واليوروجينيتال ريجون. اليوروجينيتال ريجون من عند الاسكيال ارش هنا هيبدا البينس. فين البينس؟ ادي البينس اهو، هيبدا الروت بتاع البينس في الميل. تلاقي في الميل بتحتوي على الانس اللي هي الانال ريجون، وبدايه القضيب هنا كده. في الانثى بتحتوي على الانس والفالفا، الفالفا اللي هي الفرج. المنطقه دي كلها من البيز اوف ذا تيل لحد الاسكيال ارش دي سموها ايه؟ برينيال ريجون. برينيال، ادي البرينيال ريجون كامله ايه لحد الاسكيال اي ارش، بتمتد من البيز اوف ذا تيل دورزالي والميديال اسبكت اوف ذا ساي ميديالي، الجهه الداخليه او الانثيه للفخذ من ناحيه الميديال لحد الاسكيال ارش من ناحيه الايه؟ الفنترا. أو المنطقة دي في دوج أو تشريح منطقة البرينيوم في الدوج، ده الإينس والمسلز اللي حواليه، والإينال في الدوجز في الفصيلة الكلبية ما يسمى بالإينال ساكس، وده البينز أو الروت أوف ذا بينز، منشأ القضيب أو جذر القضيب في المنطقة دي. يبقى منطقة البرينيوم دي هي المنطقة اللي بتقفل إيه؟ بتقفل الباب بتاع الحوض، نهاية الحوض، مخرج الحوض، بيسموها إيه؟ برينيال ريجون.
طب ايه اللي بيقفل بقى اول طبقه؟ ايه نلاقي جوه من الداخل الحوض ما يسمى بالبرينيه الفاشيه، في سوبرفيشال فاشيه ودي فاشيه استرى قافله الباب، بعد كده يجي عليها مجموعه من الماسلز تقفل ايه بقى، تقفل منطقه البلفيك ابريتشر بالكامل او البلفيك اوتليت مخرج الحوض بالكامل. تبص تلاقي دي منطقه الانر ريجون ودي منطقه اليوروجينيتال ريجون. ايه اللي موجود بقى في هذه المنطقه؟ اللي موجود فيها الانس اند اتس ماسلز، ده اللي موجود في منطقه الايه البرينيه ريجون، انس اند اتس ماسلز. الروت اوف ذا بينس في الميل اند ذا فالفا ان ذا فيميل، موجود فيها الجزء الاول من القضيب اللي هو جذر القضيب في الميل والفرج في الانثى. البلفيك ديافرام اللي هو الحاجز الحوضي بقى ده عباره عن برينيه الفاشيه، اول طبقه من جوه الحوض وانت خارج على بره. البرينيه الفاشيه عباره عن سوبرفيشال فاشيه ودي بايه فاشيه، وتش كلوز ذا بلفيك اوتليت اللي هتقفل البلفيك اوتليت ده، دي اللي هتقفل المخرج بتاع الحوض من جوه. احنا كده من بره، من جوه تلاقي السوبرفيشال فاشيه ودي فاشيه بيسموها البرينيال فاشيه. بعد كده بتلاقي في نص البرينيوم ده موجود في نص منطقه الانر ريجون منطقه الانس او فتحه الشرج بالماسلز بتاعتها، وفي الذكر اللي احنا بصدد الكلام عنه الروت اوف ذا بينس اللي حضرتك شايفه ده. الروت اوف ذا بينس بيكون من اتنين كراس زي ما هنتكلم في الاناتوم اوف ذا بينس، اتنين كراس ضفرتين عباره عن كوربس كافرنوزم بينس، اتنين كراس وعليهم عضله اسمها ايه؟ اسمها الاسكيو كافرنوزس ماسل، بجانب عضله ثانيه اسمها السيمي ميمبرانوزس ماسلز. بعد كده تبدا عضلات الساي بقى اللي هي الفخذين هنا موجودين الميديال اسبكت بتاعتهم. يبقى منطقه البرينيوم دي تهمنا في الميل جينيتال سيستم ان هي بتقفل البلفيك اوتليت، بتنقسم لانر ريجون وبلفيك ريجون. لو خدنا طبقات من جوه الحوض، يعني انا جاي من جوه الحوض لبره، تلاقي سوبرفيشال فاشيه، سوبرفيشال برينيه الفاشيه، دي برينيه الفاشيه، مجموعه الماسلز الانال ماسلز او الماسل اوف ذا انس، ونلاقي هنا في الذكر الروت اوف ذا ايه اوف ذا بينس بدايه الايه القضيب. انما في الانثى بنلاقي فيها ايه؟ بنلاقي فيها الفالفا اللي هي الفرج بتاع الايه الانثى. المنطقه دي كلها بيسموها البرينيال ريجون زي ما حضرتك شايف كده. ده في ميل سابجكت او في عينه ذكر، ادي الانال ماسلز موجوده هنا وده بدايه الايه البينس هنا الروت اوف ذا اوف ذا بينس، بتبدا هي من البيز اوف ذا تيل، ادي الانس اهوت ودي الماسلز اللي حواليه، وبعد كده بدايه الايه البينس او الروت اوف ذا اوف ذا بينس، دي بيسموها البرينيال ريجون. البرينيال ريجون نيجي نشوف كمان منطقه او المفترض ان حضرتك تعرفها معانا قبل ما نبدا في الكومباريتيف بتاع التستس وموجوده فين، بيسموها ايه؟ بيسموها الانجواينال ريجون او الانجواينال كانال. ببساطه كده على ما حضرتك تاخدها معانا تفصيلا في الفرقه الثانيه، منطقه البطن حبوا يوصفوا اماكن الاعضاء بتاعه الدايجستيف سيستم، فقسموا منطقه الابدومن او البطن لثلاث مناطق، كرينيال ابدومينال ريجون وميدل ابدومينال ريجون اللي هي في منطقه الامبليكس او السره بتاعتنا دي، وبعدين الكودال ابدومينال ريجون، ده كله بماجينر لاين بخطوط وهميه. الكرينيال ابدومينال ريجون والكودال ابدومينال ريجون سوري الكرينيال ابدومينال ريجون والميدل ابدومينال ريجون والكودال ابدومينال ريجون، رجعوا قسموها بخطين طوليين وهميين الى تسع مناطق. خلينا في المنطقة الخلفية اللي هي الكودال ابدومينال ريجون دي. الكودال ابدومينال ريجون المنطقة الخلفية من البطن دي تقسمت لثلاث مناطق، منطقة في النص بيسموها البريبيوبك ريجون، ومنطقتين على الجناب جنبي الفخذين بيسموهم ايه؟ بيسموهم انجواينال ريجونز. يبقى عندي في رايت انجواينال ريجون وليفت انجواينال ريجون، واللي في النص بيسموها ايه؟ بريبيوبك ريجون. التلاتة ريجون دول موجودين فين؟ موجودين في الكودال ابدومينال ريجون. يبقى قسموا البطن ترانسفيرسلي او بخطوط وهميه عرضيه لثلاث مناطق، كرينيال ابدومينال ريجون، ميدل ابدومينال ريجون، كودال ابدومينال ريجون. رجعوا قسموا كل منطقه لثلاث مناطق بخطين طوليين وهميين لونجيتودينال ايماجينري لاين. المنطقه الخلفيه اتقسمت لثلاث مناطق، ليه بريبيوبيك ريجون في النص و انجواينال ريجونز رايت وليفت انجواينال ريجون على الجانبين. كلمه بيوبس احنا خدنا بيوبس يعني ايه؟ يعني عظمه العانه، احد عظام الايه البلفيك بون او الاسكوكزي. فبري بيوبك قدام العانه على طول قدام البيكتين اوف ذا بيوبس، والانجواينال ريجونز دي على جانبي الفخذ.
فلما نشوف الانجواينال ريجونز اللي هي المنطقه اللي بجانب الفخذ دي ماشي فيها قناه بيسموها ايه، بيسموها انجواينال كانال. الانجواينال كانال دي عباره عن ايه؟ عباره عن اوبليك باسج، ممر مائل ما بين الاكسترنال اوبليك ابدومينال ماسل والانترنال اوبليك ابدومينال ماسل، يعني ممر ما بين العضلتين. لما نشرح البطن نلاقي فيه في سكين سوبرفيشال فاشيا، دي فاشيا، بعد كده عضله اسمها الاكسترنال اوبليك ابدومينال ماسل والانترنال اوبليك ابدومينال ماسل، بعد كده الترانسفيرس ابدومينال ماسل، بعد كده حضرتك تدخل على البيريتون بارايتال لير والفيسرال لير بتاع البيريتون، دخلت جوه البيريتون كده دخلت جوه التجويف الايه البطني. فيما بين في اوبليك باسج ما بين الاكسترنال اوبليك ابدومينال ماسل والانترنال اوبليك ابدومينال ماسل بيسموه ايه؟ بيسموه الانجواينال كانال، القناه الارهابيه. القناه الارهابيه دي بقى التستس بره الجسم يمشي فيها ايه؟ يمشي فيها الدكتس ديفرنس، الوعاء الناقل، وده اللي خلانا نتطرق للانجواينال كانال. فبص حضرتك معايا، ادي التستس وحواليها الابيديدمس، اللي طلع من الابيديدمس ده سميناه ايه؟ سميناه الدكتس ديفرنس، الوعاء الايه الناقل. الوعاء الناقل ده بره الجسم اهو، يدخل جوه الجسم فين؟ عن طريق اوبليك باسج ما بين الاكسترنال والانترنال اوبليك ابدومينال ماسل اللي ملونينه بالاخضر ده، اسمه ايه؟ اسمه انجواينال كانال. انجواينال كانال دي في الهيومن اهو، دي السوبرفيشال انجواينال رينج ودي الديب انجواينال رينج. القناه لها فتحتين، فتح زي الشاليمو كده، الشاليمو دي ليها فتحه داخليه وفتحه خارجيه، ماشي فيها الاوعيه الدمويه اللي خارجه وداخله للخصيه هنا كده. القناه دي اسمها ايه؟ اسمها الانجواينال كانال، لها سوبرفيشال انجواينال رينج وديب انجواينال رينج. نبص مع بعض اهو، ادي لو التستس موجوده هنا، القناه دهيت اللي ماشي فيها الدكتس ديفرنس دي يسموها ايه؟ يسموها الانجواينال كانال. دي برضو صوره في الكات اهي، ده السوبرفيشال انجواينال رينج بتاع الانجواينال كانال. الانجواينال كانال ماشي فيها ايه؟ ادي التستس، ادي الدكتس ديفرنس، الوعاء الناقل اهو، مشي دخل فين؟ دخل جوه الجسم، لان التستس بره الجسم، انما الوعاء الناقل ينقل الاسبرماتوسايت من بره الجسم لجوه ليه الجسم. وهنقول بعد كده التستس موجوده بره الجسم ليه، ربنا حباها بهذا الموقع او البوزيشن او التموضع ده ليه. فدي بيسموها الانجواينال كانال، لها ديب انجواينال رينج وسوبرفيشال انجواينال رينج. الكونتنتس بتاعتها بتختلف من الميل سابجكت للفيميل سابجكت، في الميل بيبقى ماشي فيها السبرماتو كورد اللي هو الحبل الخصوي او الحبل المنوي اللي ماشي فيه الدكتس ديفرنس، يعني كل التراكيب اللي بتدخل وتخرج من الخصيه دي جوه حبل بيسموه سبرماتو كورد اللي هو الحبل المنوي، اللي ماشي من ضمن مكوناته ايه؟ من ضمن مكوناته الدكتس ديفرنس او الوعاء الناقل. كل الارتري اللي جاي غاز الخصيه، الفين اللي طالع منها، الليمفاتيك اللي طالع منها، النيرف اللي داخل لها، كل ده ماشي فين؟ ماشي جوه الانجواينال كانال، جوه الانجواينال كانال. فحضرتك تبقى عارف معايا ان في ما يسمى بالانجواينال ريجون، ودي موجوده في الكودال ابدومينال ريجون بجانبي الفخذ، في منطقه اسمها البريبيوبيك ريجون، دي سنترال اريا اوف ذا كودال ابدومينال ريجون. تبقى عارف ان في ما يسمى بالانجواينال كانال اللي هي القناه الارهابيه. عندنا ما يسمى بالديسنت اوف ذا تيستس. الديسنت اوف ذا تيستس يعني نزول الخصيه او هبوط الخصيه. الخصيه هتنزل منين؟ هي الخصيه طبيعي موجوده بره الجسم، لا ده الخصيه في الامبريولوجيكال لايف او خلال المراحل الجنينيه ما بتبقاش بره الجسم في الجنين، ده بتنزل قبل الولاده، ووقت نزولها بيختلف من حيوان لحيوان، يعني الديسنت اوف ذا تيستس له تايم في كل حيوان على حده. فعندنا الخصيه في الامبريولوجيكال لايف او في المراحل الجنينيه بتبقى موجوده جنب الكليه. طب الكليه موجوده فين؟ الكليه كانت موجوده في الساب لامبر ريجون، يعني المنطقه تحت القطنيه، ريترو بيريتونيل، يعني بره البيريتون، بره الستاره اللي مبطنه للبطن والحوض اللي هو البريتون. التستس موجوده بره البريتون بس ماسكه في جدار البطن بما يسمى بالجابرنيكولوم. ايه الجابرنيكولوم ده؟ ده عباره عن جيلي لايك كورد، حبل عامل زي الجيلي كده، يشق استك، يشد الخصيه من كانت جوه الجسم، يقعد يشدها لحد ما ينزلها بره الجسم. طب عشان تنزل الخصيه بره الجسم لازم يحصل ايه؟ يحصل ايفاجينيشن للابدومينال وول، جدار البطن ده يحصل فيه انتفاخ للخارج. ده فين؟ ده في الجنين. الانتفاخ ده بيسموه ايه؟ بيسموه فاجينال بروسيس، يسموه فاجينال بروسيس. اهو بص حضرتك معايا هنا، ادي التستس جوه الجسم ماسك فيها جيلي لايك كورد بيسموه الجابرنيكولام،
ويبدأ يظهر لي انتفاخ بره الجسم كده. الانتفاخ ده من البريتون اصلا، البريتون يحصله ايفاجينيشن للخارج يديني ما يسمى بالفاجينا البروسيس. يقعد الفاجينا البروسيس ده يكبر 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 لحد ما يكون لي باوتش، يكون لي كيس. الكيس ده بعد كده هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه الاسكروتم. وبنفس التوقيت الجبرنيكولم ده يقعد يشد الخصة يشد الخصة لحد ما ينزلها بره جوه الايه؟ جوه الاسكروتم. يبقى انا اقدر اطلق على الفاجينا البروسيس اللي هو عبارة عن بروسيس من البرتون، اطلق عليه ايه؟ اطلق عليه الفيوتشر اسكروتم اللي هو كيس الصفن المستقبلي. نبص هنا كده، ادي التستس بتبقى موجوده جوه الابدومينال كافيتي، وادي الجابرنيكولم. الجابرنيكولم ده جيلي لايك كورد، يحصل له كونتراكشن. كونتراكشن يعني يقل في الطول، يقعد ينقبض ينقبض ويقل ويشد الخصيه، وهو بينقبض بيزيد في السايز بتاعه، فبيوسع الانجواينال رينج. ما هو شدد الخصيه من جوه الجسم لبره الجسم، ما دي ماشي فين الجابرنيكولم ده؟ ماشي جوه الانجواينال كانال، القناه الارابيه اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها، اللي هي الممر المائل ده. يقعد يشد الخصيه يشدها، وهو بيقصر في الطول يحصل له ايه؟ يزيد في العرض بتاعه فيوسع الانجواينال كنال دي. لما يوسعها يقعد يقصر كده ويشد الخصيه يشد الخصيه يشد الخصيه لحد ما ينزلها جوه ايه؟ جوه الاسكروتم. النتوء الاولي دوت او البروز الاولي ده كان اسمه فاجينا البروسيس، يقعد يزيد في الحجم الفاجينا البروسيس فاجينا البروسيس لحد ما يبقى في الوقت ده اسمه ايه؟ اسمه اسكروتم. يبقى الاسكروتم ده اصلا انفاجينيشن من الابدومينال وول، يعني بياخد نفس طبقات البطن، كيس من جدار البطن. كان اسمه في الاول نتوء من البريتون، بنسميه فاجينال ايه؟ بروسيس. انما الجابرنيكولم ده جيلي لايك فورد كفرد ويز بريتونيوم، بيسموه الجابرنيكولم، جوينز تيستس تو ذا بارت اوف ذا ميزونيفريك داكت ويتش جيف ذا تيل اوف ذا ابيديدمز. الميزونيفريك داكت ده هتديني بعد كده التيل اوف ذا ايه؟ اوف ذا ابيديدمز. ويحصل بالجنج للفاجينال بروسيس، يبدا يظهر الفاجينال بروسيس الانتفاخ من البريتون ده، والجابرنيكولم يقعد يحصل له كونتراكشن كونتراكشن لحد ما يقل فيه الحجم ويشد الخصه، يعمل لها ديسنت في السكروتم لحد ما ينتهي الجابرنيكولم. ولكن الجابرنيكولم له بقايا جنينيه، البقايا الجنينيه بتاعته بتديني اتنين ليجامنت اللي بيعملوا فيكسيشن للتستس. ليجامنت اسمه بروبر ليجامنت اوف ذا تستس والليجامنت اوف ذا تيل اوف ذا ابيديدمز، هنتكلم عليهم في الفيكسيشن اوف ذا تستس. بص حضرتك معايا صوره اوضح اهي، ادي الكدني وادي اليورتر طالع منها وراح يصب في اليورينا بلادر، ودي التستس جنبها. موجوده فين التستس؟ موجوده في الصاب لامبر ريجون. ادي الجابرنيكولم اللي هو جيلي لايك فولد ماسك الخصيه، يبدا يظهر عندي انتفاخ في جدار البطن في المنطقه الارهابيه كده او الانجواينال ريجون، يسموه ايه؟ يسموه فاجينال بروسيس. اللي يحصل كونتراكشن اللي باللون الاخضر ده اللي هو الجابرنيكولم، يقعد يقصر في الطول. الجابرنيكولم يحصل له كونتراكشن، يشد الخصيه، يشوف كانت فين؟ كانت في الصاب لامبر ريجون، بقت في منطقه الابدو، من هنا يشدها 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 لحد ما ينزلها فين؟ جوه السكروتم. ويبقى منه بقايا جنينيه هتعمل لي تو ليجامنت، بروبر ليجامنت اوف تيستس والليجامنت اوف تيل اوف ابيديدمز. بص برضو حضرتك معايا صور كتير معانا هنا توضح لحضرتك المعلومة. ادي التستس وادي الجابرنيكولم وادي يبدأ يظهر الفاجينا البروسيس، يقعد يقصر يحصل شورتنينج في الجابرنيكولم لحد ما يقرب الخصة وينزلها جوه ليه؟ السكروتم. صور كتير معانا توضح لك المعلومة، الصورة دي اوضح بكتير. ادي التستس وادي الجابرنيكولم، يبدأ يظهر هنا انتفاخ بنسميه ايه؟ بنسميه فاجينا البروسيس. يبدا الجابرنيكولم يقل في الحجم ويزيد في العرض، يعمل دايليتيشن ليه الانجواينال كانال، يشد الخصيه، يقعد يقصر يقصر، يحصل له كونتراكشن كونتراكشن لحد ما ينزل الخصيه في الفاينل بوزيشن بتاعتها اللي هي جوه الايه؟ جوه السكروتم. يبقى النهايه بتاعه الخصيه بتنزل، مفترض انها تنزل جوه الايه؟ السكروتم. لو احتبست جوه الجسم دي قصه ثانيه خالص. يبقى الجابرنيكولم برضو بيتبقى منه ما يسمى بالفيتال ريمننت، يتبقى من الجابرنيكولم بقايا جنينيه تعمل اتنين ليجامنت هنتكلم عليهم في الفيكسيشن بتاع التستس. يبقى الخصيه كانت جوه الجسم في الصاب لامبر ريجون، هنا شدها الجابرنيكولم وعدها من الانجواينال كانال لحد ما بقت في الفاينل بوزيشن ده في الضجه اهو، بقت فين؟ جوه السكروتم اللي هو جوه كيس الايه؟ الصف. ولكن الخصية بعد الولادة
لو خلدت جوه الحيوان الحاله دي نسميها ايه؟ نسميها كريبتوشيزم. يبقى احتباس الخصيه او عدم نزولها جوه السكروتم الحاله دي نسميها ايه؟ نسميها كريبتوشيزم. يبقى الكريبتوشيزم الستيت او الحاله اللي بيحصل فيها فيلير للديسنت اوف ذا تيستس ان ذا سكروتم. الكريبتوشيزم ده له اسباب، ممكن يكون جيناتيك بريدسبوزيشن، ممكن يبقى عامل وراثي ان الخصيه تخليها جوه الجسم زي بالشكل ده حضرتك كده. ادي التيستس المفترض انها تخرج بره الجسم جوه السكروتم، لو خلتها بقى جوه الجسم كده نسميها ايه؟ كريبتورش تيستس. اهو المفترض في الضج انها تبقى جوه الايه؟ السكروتم. انما في حاله زي دي اللي الطبيب بيعمل لها بالبيشن دي، بص تيستس خارجه والتيستس الثانيه محتبسه. محتبسه فين؟ جوه الانجوينال كانال. او انها تبقى فين؟ ممكن تبقى في داخل البلفس جنب الكليه، في عند الساب لامبر ريجون، تبقى بالشكل ده كده، تبقى موجوده جوه الجسم. دي بيسموها كريبتورشيديزم او كريبتورش تيستس. بص هنا في الكات اهو، التيستس المفروض انها موجوده فين؟ موجوده في البرينيال ريجون اللي هي عند مخرج الحوض اللي احنا اتكلمنا عليها. ممكن تبقى ما تخرجش بره الجسم وتخليها موجوده فين؟ موجوده جوه الجسم في مكانها، فيسموها ايه؟ ريتيند تيستس او كريبتورشيد تيستس. طب التيستس وهي خارجه ايه اللي ماسكها هنا؟ اهو الجابرنيكولوم. دي ريتند تيست شالوها، يعني تيست كانت محتبسه وعملوا سيرجيكال ريموفال ليها. العلاج بتاع الريتند تيست هو السيرجيكال ريموفال، ان يفتح الدكتور ويجيب الايه؟ ويشيل التيست. فالتيست او الجيلي لايك فولد دي او كورد هو ده الجابرنيكولوم اللي ماسك الايه؟ التيست. طب التيست وهي خارجه ماسكه ايه؟ جايبه فولد ولا اتنين من البروتون؟ لا ده جايبه اتنين فولد من البروتون زي ما نتكلم في اللاير بتاعه الايه؟ السكروتم. ادي خصيتين في هورس او في استاليون كان الخصيه محتبسه. الخصيه المحتبسه دايما بيبقى حجمها صغير عن الخصيه اللي خرجت للخارج لان بيحصل لها ضمور في الداخل. لما شالوا الخصيتين بقى العلاج هو الكاستريشن وعمليه الخصي، نشيل الخصيتين اللي جوه واللي بره، فتلاقي دي اللي كانت خرجت جوه السكروتم ودي كانت الريتيند تيستس اللي هي جوه الجسم. يا اما يبقى الكريبتورشيديزم، يا اما يبقى يونيلاترال يا اما بايلاترال، يعني يا اما خصيه واحده تحتبس او الخصيتين. الكريبتورشيديزم بيبقى كومن قوي في البورز وفي الضج وفي الاستاليون، والاستاليون في البريد بريد بتبقى لها افكت عالي، او السلاله بيبقى في سلالات فيها الحكايه دي كومن قوي او موجوده بكثره، وفي بريد ما فيهاش الكريبتورشيديزم ان الخصيه ما تنزلش في ايه؟ في مكانها جوه السكروتم. انما في البولز دي ما بيبقاش فيها القصه دي عاليه يعني، والرام والباكس يعني في المقترات الكريبتورشيديزم بيبقى نادر، انما في الضج موجود وبكثره، في الكات في الاستاليون موجود، وده بيبقى بريد سبوزنج يعني او جيناتيك بريد سبوزنج، ده بيسموه كريبتورشيديزم. يبقى كريبتورشيديزم هي حاله الفيلير اوف ذا تيستس تو ديسنت ان ذا سكروتم. يبقى الكريبتورشيديزم ايه اسبابه؟ يا اما الفيلير بتاع الكونتراكشن بتاع الجابرنيكولوم، الجابرنيكولوم ما حصلوش كونتراكشن، او الابسنس اوف ذا فاجينال بروسيس، الفاجينال بروسيس ما ظهرش. اي منهما بيؤدي الى الكريبتورشيديزم او احتباس الخصي، او الاثنين مجتمعين. يبقى الفيلير اوف ذا ابييرنس اوف ذا فاجينال بروسيس او الفيلير اوف ذا كونتراكشن اوف ذا جابرنيكولوم يؤدي لي لايه؟ يؤدي لي للكريبتورشيتيستس. والكريبتورشيتيستس يا اما تبقى في ابدومينال ريجن يعني داخل البطن او منطقه البلفس في التجويف الحوضي، او انها تحتبس داخل الانجوينال كانال. طب الخصيه بتنزل في كل الحيوانات في نفس الوقت؟ لا، ده في تايم اوف ذا تيستيكولار ديسنت، يعني الخصيه بتنزل جوه السكروتم. تنزل منين؟ احنا قلنا كانت جوه البطن مش كده؟ بعد كده الجابرنيكولوم يشدها ويخرجها بره الجسم. بيختلف التايم بتاع التستيكولار ديسنت من حيوان لحيوان. في الهيومن بينزل في السيفنث مانث اوف جاستيشن، يعني ايه؟ يعني لو ام حامله في طفل والطفل ده هو ميل سابجكت ذكر يعني، تنزل الخصيه بتاعته امتى؟ في الشهر السابع من الحمل. في الشهر السابع من الحمل تبدا يحصل ديسنت للتستس. في الهورس في اخر شهر شهرين تنزل التستس، في الشهر العاشر او ال11 مانث اوف جاستيشن.
في الكتل من الشهر الرابع تبدا تنزل الخصيه للجنين جوه السكروتم. في الشيب من الثيرد مانس اوف جاستيشن، في البيجز من الثيرد مانس اوف جاستيشن، في الضج 3 ل 25 يوم بوست نيتال، يعني بعد ما الضج يتولد ممكن 3 ايام لحد 25 يوم تخليها يا اما تبقى موجوده، واغلبيتها تبقى موجوده طبعا في الانجواينا ريجون عند السوبرفيشال انجواينا ريجون، خلاص هي خلاص هتنزل في السكروتم. في الكات من 3 ل 25 دي بوست نيتالي. في الجمل بقى سبحان الله يعني في ايج بتاع 7 مانسز، يعني يبقى الجمل عنده 7 شهور، تبص حضرتك تلاقي الخصية عند السوبرفيشال انجواينال رينج، عند القناة الإرابية، عند نهايتها خالص، يا لها ديب انجواينال رينج جوه البطن وسوبرفيشال انجواينال رينج عند السكروتم، تبص تلاقيها موجودة عند 7 شهور عند السوبرفيشال انجواينال رينج، وما تنزلش بالكامل جوه السكروتم إلا عند عمر سنتين لثلاث سنين كده. يعني من سنتين لثلاث سنين تبدا تنزل ايه بالكامل جوه السكروتم. ده بيسموه ايه؟ بيسموه تايم اوف تستيكولار ديسنت، يعني ميعاد نزول الخصيه. نتكلم دلوقتي على الابيديديمز. الابيديديمز اللي هو البربخ، ده عباره عن لونج كويلد تيوب كونكتنج بتوين ذا تيستس اند ذا داكتس ديفرنس، يبقى قناه ملتويه بتجمع ما بين التيستس والداكتس ديفرنس اللي هو الوعاء الناقل. الرينج تايتلي باكد كويل ويتش انكريز ان ذا دايامتر توورز داكتس ديفرنس كونسيستس اوف ذا هيد والبادي والتيل. الابيديديمز عباره عن قناه ملتويه بتبقى موجودة ملتحمة للتستس، وبناخد تاخد نفس أسماء أجزاء التستس له هيد وبودي وتيل. دي عبارة عن قناة بادئة منين؟ من الإفرنت داكتيولز. القناة الملتوية دي بيوصل طولها بالأمتار في الحيوانات، والطول ده بيعزى إليه إن الحالة المنوية تقعد فيه فترة طويلة علشان يحصل لها إيه؟ يحصل لها ماتوريشن، يحصل لها نضج. القناة دي بتمتد من الهيد بتاع الابيديديمس لحد البودي لحد التير، وبعد كده تستمر كايه؟ كداكتس ديفرنس. تستمر كايه؟ كداكتس ديفرنس او الديفرنت داكت اللي هو الوعاء الايه الناقل. بيبدا الديامتر بتاعها بيبقى قليل، يعني القطر بتاعها بيبقى صغير، بعد كده مع الالتواء يبدا يزيد القطر في الحجم، والكويز دي تبدا تقل في الالتواء اكتر كل ما حضرتك تمشي من الهيد لمنطقه الايه التيل. الهيد بتبقى كلوزلي اتاتشد تو ذا هيد اوف ذا تيست. ادي الهيد بتاع الابيديديمز اهي، بتبقى كلوزد قوي للهيد بتاع الايه التيستس. Formed from varying number of the efferent ductules that pierces the tonic albuginea of the testis and the first part of the epididymal duct. زي ما قلنا ال efferent ductules دي تستمر كايه؟ كابيديدمال داكت. دي تثقب التونيكا البوجينيا، تعمل بيرسنج للتونيكا البوجينيا اللي هي حوالين التستس اللي هي الجدار بتاع البرتقانه ده بقى او القشره دي، تخرج منها وتكمل كايه؟ كابيديدمال داكت. يبقى الافرنت داكتيولز وتستمر هنا عند الهيد بتاع الابيديدمس كابيديدمال داكت. البادي بتاعه الابيديدمس بتبقى لونج ونارو وفلاتند بارت واتاتشد تو ذا لاترال بارت اوف ذا ابيديدمال بوردر اوف ذا تيستس. احنا قلنا البوردرز بتاع التيستس في فري بوردر وابيديدمال بوردر. الابيديدمال بوردر اللي هو الحافه البربخيه ماسك فيها ايه البادي بتاع الايه الابيديدمس. التيل بقى بتاع الابيديدمس، التيل بتاع الابيديدمس ماسك فيه التيستس. في التيل بتاع التيستس هنا، ده التيل بتاع التيستس وده التيل بتاع الابيديدمس، ماسك بليجامنت هنا بنسميه ايه بروبر ليجامنت اوف ذا تيستس. ايه البروبر ليجامنت اوف تيستس؟ ده ليجامنت ماسك التيل بتاع التيستس مع التيل ابيديدمس. بس كده لا، ده هو ده عباره عن فيت من الجابرنيكولم. حضرتك تذكر الجابرنيكولم اللي هو جيل الكورد شد الخصيه، اتبقى منه بقايا جنينيه، احد هذه البقايا هو البروبر ليجامنت اوف تيستس. يبقى البروبر ليجامنت اوف تيستس ده الليجامنت اللي هو كونكت التيل اوف ذا تيستس وذا تيل اوف ذا ابيديدمس، وده يعتبر فيتا ريمننت للايه للجابرنيكولم. التيل بتاع الابيديدمس ده يا جماعه بيختلف الشكل بتاعه من حيوان لحيوان زي ما هنشوف في الكومباراتيف اناتومي اوف ذا تيستس. لاترالي بقى، من ناحيه اللاترال بنلاقي الابيديدمس البودي بتاع الابيديدمس اهي ماسكه في الاتاشد بوردر بتاع او الابيديدمال بوردر بتاع التيستس. لاترالي هنا بتيجي طبقه من طبقات البيريتون. تخيل حضرتك التيستس كانت بره البيريتون مش كده؟ لما الجابرنيكولم ده شدها، لما يكون في تفاحه خارج كيس بلاستيك وانت قفلت الكيس بس هي بره الكيس مش جوه الكيس، بقى حوالين التفاحه والكره اللي معاك دي كام طبقه من الكيس البلاستيك؟ بقى حواليها طبقتين.
الطبقه الداخليه بنسميها ايه؟ بنسميها فيسرال لاير، والطبقه الخارجيه او الجداريه بنسميها بارايتال لاير. فبقى حوالين الخشيه طبقتين من البريتون، بارايتال لاير اوف ذا تونيكا فاجينالز وفيسرال لاير اوف ذا تونيكا فاجينالز. الفيسرال لاير الطبقه الحشويه، الطبقتين دول جايين منين اصلا؟ جايين من البريتون. وكلمه فاجينالز دي جايه منين؟ لان الانتفاخ اللي حصل من البريتون عشان الخشيه تخرج فيه ده سموه فاجينال بروسيس. بقى حوالين الخشيه طبقتين. خلينا في الفيسرال لاير دلوقتي. الفيسرال لاير دي تدخل جوه الريسيس ده، الانخفاض ده، في انخفاض او جيب اهو، الجيب اللي اللي ما بين الابيدستس وما بين الابيدادنس. الجيب ده، الجيب ده سموه ايه؟ سموه التستيكولار بيرسا او الابيديدمال ساينس. يبقى لاترالي ذا ابيديدمال بوردر اوف ذا تيستس. ذا فيسرال لاير اوف ذا تونيكا فاجينالز از ريفليكتد ان ذا ديب سيرفيس اوف ذا ابيديدمس فورمينج ريسيس بتوين ات اند ذا لاترال سيرفيس اوف ذا تيستس كولد تستيكولار بيرسا اور ابيديدمال ساينس. لاترالي كده تبص تلاقي حضرتك الجيب اللي موجود ما بين البادي اوف ذا تيستس والبادي اوف ذا ابيديدمس دخلت فيه الطبقه الفيسرال لاير اوف ذا تونيكا فاجينالز او الفيسرال لاير اوف تونيكا فاجينالز، دخلت لجوه الجيب ده، عملت ايه؟ عملت ما يسمى بالتستيكولار بيرسا او الابيديدمال ساينس. يبقى التستيكولار بيرسا او الابيديدمال ساينس ده عباره عن ريفليكشن من التونيكا فاجينالز فيسرالز او الفيسرال لاير اوف ذا فاجينال تونيك. فين؟ في الريسيس اللي موجود ما بين الانخفاض الموجود او الجيب اللي موجود ما بين التيستس وما بين الايه؟ الابيديدمس. انا حته في التيستس ما بين البادي اوف ذا تيستس والبادي اوف ذا ابيديدمس عند الاتاج دي بوردر هنا بتاع التيستس. الفانكشن بتاعه الابيديدمس، الابيديدمس اهم وظيفه ليه هو نقل. ده عباره عن ممر بيتمر فيه الاسبرماتوسايت من الخصيه للدكتس ديفرنس بس كده، لا ده مكان بتنمو فيه وبتنضج فيه الحيوانات المنوية، يعمل استورج للحيوانات المنوية. والاستورج دايما بيحصل في التيل، يحصل كونسنتريشن للحيوانات المنوية في الهيد والبادي. يعني كونسنتريشن الحيوانات المنوية جاية من التستس معاها مجموعة من الفلويد، كمية من السوائل، يبدأ يحصل امتصاص للسوائل دي. كمان يحصل ماتوريشن. يعني ايه ماتوريشن؟ يحصل نضج للحيوانات المنوية. نشوف النضج بتاع الحيوانات المنوية بيحصل ازاي. عند حضرتك في الهيد قلنا الحيوان المنوي بيبقى حواليه ما يسمى بالسيتوبلازميك دروبليتس، يعني الحيوان المنوي هو بيتخلص من السيتوبلازم علشان يكون الفلاجيلم ده هوت او الديل بتاع الحيوان المنوي، يبدا يظهر ايه؟ يظهر دروبليتس. الدروبليتس دي يبدا يتخلص منها في الاجزاء المختلفه اللي هو الهيد والبادي والتيل بتوع الابيديدمز. يعني الحيوان المنوي بياخد راحته هنا على ما يحصل له ماتوريشن، بقى بيتخزن في المناطق هنا عشان يحصل له ماتوريشن. تبص تلاقي العدد هنا من 8 × 25 × 10^9، 8 × 25 × 10^9، هنا بقى 10 × 50 × 10^9. بزاد العدد هنا ليه؟ لان احنا قلنا بيقيس في تركيز في الملي. هنا الفلويد اللي حواليه الاسبرماتوسايت حصل لها ابزوربشن، فحصل كونسنتريشن الاسبرماتوسايت. على الاسبرماتوسايت حصل لها تركيز جوه الملي، زادت في العدد لان الفلويد اتشالت. انا بعد 10 في لتر، لما بقى 10 في نص لتر سحبت نص الميه اللي موجوده، التركيز يزيد ولا ما يزيدش؟ يزيد. كمان بيحصل ايه بقى؟ بيحصل ان السيتوبلازميك دروبليتس دي تبدا تختفي. بعد ما كانت بروكسيمال سيتوبلازميك دروبليتس عند النك بتاعته وصلت لنص جسمه، نص جسمه لحد ما تختفي خالص، يتخلص من السيتوبلازميك دروبليتس او الزوائد السيتوبلازميه دي. كمان في الهيد بيبقى فيه لو دايسلفايد كروس لينكينج، اجزاء الحيوان المنوي نفسها مش متماسكه مع بعضها. الدايسلفايد اللي هي الروابط ما بين البروتينات بتاعه اجزاء الحيوان المنوي تبدا تزيد في البادي والتيل، الروابط دي يعني يمسك نفسه، يعني يحصل له نضج هنا، تمام؟ فتلاقي بتزيد الديجري بتاع الدايسلفايد كروس لينكينج هنا. كمان هنا ما بيبقاش مطيل قوي، او الموتيليتي بتبقى اتليست، الحركه بتاعته بتبقى ضعيفه قوي في منطقه الايه؟ الهيد. وناس قالوا ان هو ما بيتحركش، وناس قالوا انه بيبقى في حركه ضئيله خالص، والحركه هنا بتعتمد على الكونتراكشن بتاع السموس ماسل بتاع الابيديدمال داكت، القناه اللي فيها سموس ماسل في الجدار بتاعها، هي دي اللي بتحرك الحيوانات المنويه. وناس قالوا ان الحركه بتبقى ضئيله جدا،
حركة ذاتية للحيوان المنوي. هنا تبدأ الموتوريتي تزيد. هنا كمان الحيوان المنوي خدناه هنا يعمل بايندنج الاوسايت، لو جبناه له بويضة يقدر يعمل معاها التحام، لان الاكروزوما الكياب بتاعه بدأ ينمو. انما بقى في التيل بتاع الابيديديمس خلاص بقى الحيوان المنوي وصل لمرحلة الماتوريشن وهيطرد عن طريق الدكتس ديفرنس، تخلص من السيتوبلازميك دروبليتس. كمان حصل هاي ديجري اوف دايسلفايد كروس لينكينج، كل الروابط البروتينيه ما بين اجزائه تماسك، وصل لمرحله النضج بقى قوي بما فيه الكفايه انه يقدر يعمل بايندنج الاوسايت، يعني يقدر يخترق البويضه، يقدر يعمل فيرتلايزيشن للبويضه. دي كانت وظيفه الابيديديمز. بجانب ايه كمان؟ بجانب ان الابيديديمز الحيوانات المنويه اللي فيه بقت ايه؟ بقت ريدي فور فيرتلايزيشن، لا بيتفرز مواد اللي هي جي بي سي جليسروفوسفوكولين. الجليسروفوسفوكولين دي سبستانس بتقلل الموتيليتي والميتابوليزم بتاع السبيرم، بتقلل الحركه بتاعته والايض بتاعه او استهلاكه للطاقه هنا، عشان تقلل حركته عشان يخزن طاقته لما يروح فين؟ لما يروح في الرحله بتاعته للبويضه بعد الايجاكوليشن اللي هو يحصل في السيكشوال انتركورس او الميتنج او كوبيوليشن في عمليه الايه؟ الجماع. يحصل ديبوزيشن اثناء الايجاكوليشن، يبقى في عنده طاقه وحيويه انه يسافر الرحله الطويله لحد ما يوصل للبويضه. يوصلها فين؟ يوصلها في البروكسيمال سيرد اوف زوتراين تيوب. الابيدين بيحصل فيه سبرماتوفاجيا، خلص من الحيوانات الايه المنويه الميته هنا. وكمان بيعمل بورتيش الحيوانات المنوية زي ما قلنا، ده هو ده المكان اللي بتخزن فيه الحيوانات المنوية لحد ما يحصل لها ايه؟ يحصل لها ماتوريشن. بلاد سبلاي اوف ذا تيستس، التيستس بيجي لها الامداد الدموي بما يسمى التستيكولار ارتري. التستيكولار ارتري تستيكولار فين اللي هو الشريان والوريد الخصوي او المنوي، اللي بيخرج منين؟ بيخرج من الابدومينال اورطة. يخرج من الابدومينال اورطة ويخرج عن طريق ايه؟ عن طريق الانجواينال كانال بالشكل ده كده، عن طريق الانجواينال كانال، ويبدا يحصل له اربرايزيشن او تفرع يغذي الابيديديمز والتستس. تبدا فروعه تتوزع في التونيكا فاسكولوزا، قلنا التونيكا فاسكولوزا اللي هي الطبقه الوعائيه من الكبسول او التستيكولار ايه كبسول. يخرج عن طريق الايه؟ يخرج عن طريق الانجواينال كانال، ده التستيكولار ارتري ماشي جوه الانجواينال كانال، ويجي يدخل للتستس يغذي الابيديديمز، ويبدا يحصل له اربرايزيشن في التونيكا فاسكولوزا بتاعه التستس بالشكل ده. معانا صور كتير للبلاد سبلاي بتاع التستس اهو، ده التستيكولار ارتري بدا يتوزع ويتجمع الدم بعد كده عن طريق التستيكولار فين. الاتنين دول ماشيين فين؟ ماشيين جوه الاسبرماتوكورد، هنتكلم عليه تباعا وتفصيلا. فدخل الارتري اتوزع جوه واتجمع الدم عن طريق ما يسمى بالتستيكولار فين بالشكل ده كده. دي التونيكا فاسكولوزا اهي في البول، وتوزع جوه التونيكا فاسكولوزا، ده توزيعه الارتري. ولكن بقى الارتري بيدخل يجي الفين حواليه وهو خارج. بص حضرتك، دخل التستيكولار ارتري، الفين بقى اتجمع الدم الوريدي وهو خارج يلف حوالين الارتري، ما يطلعش على طول كده، ده يلف حواليه يعمل ايه؟ يعمل بلكسس بالشكل ده. البلكسس دي سموها ايه؟ سموها بامبيني فورم بلكسس. يعني الارتري نزل من الابدومينال اورطة، عدى من الانجواينال كانال، تفرع جوه التستس بالاشكال اللي حضرتك شفتها دي. لكن الفين وهو خارج بقى عمل ايه؟ عمل بلكسس حوالين الارتري. طب ليه البلكسس دي سموها ايه؟ البلكسس دي الاول سموها البامبيني فورم بلكسس. البامبيني فورم بلكسس دي فايدتها ايه؟ فايدتها تعمل كولينج للدم اللي نازل من الشريان. الشريان ده جايب دم منين؟ جايب دم من الجسم. دم الجسم درجة حرارته ولتكن 37 لتسعة 39 درجة، لا ده دي درجة حرارة غير ملائمة لعملية الاسبرماتوجينيسيس او تكوين الايه؟ الامشاج داخل الخصية. ولذلك ربنا حابة الخصية بهذا الايه؟ هذه البوزيشن او هذا الايه؟ التموضع بره الجسم، عشان تبقى الحراره مواجبه لعمليه الاسبرماتوجينيسيس. فالارتري داخل بدم شرياني بيحمل نفس درجه حراره الجسم، فده ما بيبقاش ملائم لعمليه تكوين الامشاج او الاسبرماتوجينيسيس. الدم الوريدي علشان خارج الجسم بيبقى كول او بارد، فيعمل لفه حوالين الارتري، طافت كده من البلاد فيسلز، لفه يسموها بامبيني فورم بلكسس اللي حضرتك شايفها دي،
البامبين فورم البلكسس دي تعمل ايه؟ تلف حوالين الشريان كتير، الوريد عمال يلف حوالين الشريان علشان يعمل ايه؟ يعمل كولينج للارتيريال بلاد، يبقى البلاد وهو داخل سخن يحصل له ايه؟ بروده فين؟ عن طريق البامبين فورم بلكسس، ودي احد ما يسمى بالسيرموريجوليشن ميكانيزم اللي هنتكلم عليه دلوقتي بتاع التستس، اللي هو السيرموريجوليشن او التنظيم الحراري للخصيه. لما نيجي نشوف بقى الفيكسيشن اوف ذا تيستس، ازاي الخصيه بتتثبت في مكان؟ الخصيه ببساطه كده بتتثبت في مكانها بي 2 ليجامنتس، بروبر ليجامنت اوف ذا تيستس. ادي البروبر ليجامنت اوف ذا تيستس، الليجامنت اللي ماسك التيل بتاع التيستس مع التيل اوف ذا ويدادمس، ده بيسموه ايه؟ بروبر ليجامنت اوف ذا تيستس. صوره ثانيه نشوف حضرتك معانا اهي للبروبر ليجامنت اوف ذا تيستس، ادي التيل بتاع الابيديدمس وادي التيل بتاع التيستس، ده البروبر ليجامنت اوف ذا تيستس. تاني ليجامنت اسمه ايه؟ اسمه الليجامنت اوف ذا تيل اوف ذا ابيديدمس. فين الليجامنت اوف ذا تيل اوف ذا ابيديدمس؟ الليجامنت اللي ماسك التيل بتاع الابيديدمس بالسكروتم، بكيس الصفن، الكيس اللي حوالين الخصيه ده، فده الليجامنت اوف ذا تيل اوف ذا ابيديدمس، ليجامنت ماسك التيل بتاع الابيديدمس مع السكروتم. فين صوره تانية معانا اهي؟ اهو ادي التستس وادي الابيديدمس، هيد وبادي وتيل. التيل بتاع الابيديدمس اهو ماسك مع السكروتم كيس الصفن ده بليجامنت بنسميه ايه؟ بنسميه الليجامنت اوف ذا تيل اوف ذا ابيديدمس، ليجامنت اوف ذا تيل اوف ذا ابيديدمس. والتيل بتاع التستس ماسك مع التيل بتاع الابيديدمس بليجامنت اسمه ايه؟ بروبر ليجامنت اوف ذا تستس. يبقى التستس بيحصل لها فيكسيشن بتو ليجامنت، بروبر ليجامنت اوف ذا تستس، وده كونكتد تيل اكستريميت اوف ذا تستس والذا تيل اوف ذا ابيديدمس، ليجامنت اوف ذا تيل اوف ذا ابيديدمس. بيعمل كونكشن ليه؟ للتيل بتاع الابيديدمس والذي سكروتم مع السكروتم. الاثنين ليجامنت دول كانوا عباره عن ايه؟ عن فيتال ريمننت الجابيرنيكولم، الجابيرنيكولم اللي هو جيل لاي كورد وشد الخصيه ونزلها جوه الفاجينال بورس اللي هي بقت اسمه سكروتم، الفاجينال بورس ده نزلها جوه السكروتم، اتبقى منه بقايا جنينيه او فيتال ريمننت عباره عن اثنين ليجامنت، بروبر ليجامنت اوف ذا تيستس والليجامنت اوف ذا تيل اوف ذا ابيديدمس. نتكلم حضرتك دلوقتي على السكروتم. السكروتم اللي هو كيس الصفن ده عبارة عن كوتينياس باوتش، كيس كونتين التستس والابيديدمس اند فنترال بارت اوف ذا اسبرماتو كورد. ان اديشن تو ذا بروتكشن اوف ذا تستس ات ريجوليت هاي تمبريتشر اول ذا ايجز ديبيليتي ميك ذا سكروتم الونجيتد اند فلاسيد وايل كولد يونج ايجز وي في جود كونديشن ميك ذا سكروتم شورت كورجيتد اند كلوزلي ابلايد تو ذا تستس. ذا اباف منجند تشينجز اوكير ثرو ا سيرتن اكشن اوف ذا اكسترنال كريماستريك ماسلز اند تونيكا دارتس ويتش كونتين سموث ماسل الفايبر. السكروتم ده عباره عن كيس جلدي بيحتوي زي ما قلنا على الخصيه والابيديدمس والسبرماتوكورد. في الحيوانات ذات السن الصغير والحاله الصحيه بتاعتها جو كونديشن وفي الجو البارد لما يكون في كولد بتلاقي السكروتم بالشكل ده كده قريب من الجسم كورجيتد مجعد. انما في الحيوانات اللي هي ذات سن كبير حاله صحيه ديبليتيتنج انيمال حالتها الصحيه هزيله شويه تمام، لما بيكون في الجو حر، لما يكون الجو حر تبص تلاقيه فلاسيد الجلد بتاعه فلاسيد بالشكل ده وتلاقيه بعيد عن الجسم. انما في الحيوان الصغير او ان في جو كولد اتموسفير جو برد شويه او الحيوان ده جو كونديشن تبص تلاقيه قريب من الجسم والجلد بتاعه كورجيتد، انما في حاله الحر بتلاقيه ايه؟ فلاسيد. لما نيجي نشوف بقى اللايرز اوف ذا سكروتم، طبقات السكروتم. السكروتم هو قلنا كيس جلدي طبقاته مواجبه لجدار البطن، يعني نفس الطبقات بتاع البطن، ما هو عباره عن ايه؟ انتفاخ من جدار البطن، شد الجابيرنيكولم الخصيتين نزلهم في قلب الايه؟ الكيس ده. فاول لاير هي السكين، السكين بيختلف شكله من حيوان لحيوان. في السكين عموما بيبقى الاستيك في منطقه السكروتم دي بيبقى مرن قوي وسوفت تو تاتش وبيبقى النيرف اندنج فيه عاليه، النهايات العصبيه بتبقى عاليه، بيبقى اويلي تو تاتش يعني حضرتك لما تلمسه على الاخص في الهورس في الهورس وفي الدوج بتلاقيه اويلي في التاتش بتاعه زيتي الملمس كده نتيجه وجود ايه؟ وجود سبيشيس جلاندس غدد زيتيه وبيبقى فيه الغدد العرقيه كتير جدا. ليه؟ عشان المكان ده عاوزينه رطب، عاوزينه كولد، عاوزينه سوامب، عاوزينه يعني مستنقع للرطوبه،
حتى بيسموه السوامب كولا عشان تدي حراره ملائمه لعمليه السبرماتو جينيسيس. بيبقى في الهرس والدق بيجمنتد، يعني في في ميلانوسايتس كتير وصبغات كتير في الجلد في المنطقه دي. بيبقى شكله في الاوكسي بقى فليشي، لحم الشكل بالشكل ده كده زي ما حضرتك شايف ده في الايه، في البول او في الايه او في الاوكس. طبعا في السمول رومينانت في الرام اللي هو الخروب بيبقى مستغطي بدينس هير كده اللي هو الصوف او الول مستغطي، وفي البق اللي هو ذكر الماعز بيبقى مستغطي كومبليتلي كانسلد باي هير بالشعر. في بيج برضو بيبقى عليه مجموعه من الشعر بالشكل ده كده، ده في البيج. ده في الكامل، في الكامل موجود تحت الديل، هنقول موجود فين بعد شويه. في الكامل سبحان الله بيختلف تبع البريدنج سيزون، بيختلف تبع السيزون اللي فيه الكامل ده، الكامل بول ده. لو ده سيزون بريدنج سيزون بتلاقي السكن بتاع السكروتم بيبقى سموس املس وفاين بالشكل ده كده، ده بيبقى في البيك اوف ذا بريدنج سيزون. انما لما بيبقاش في بريدنج سيزون، يعني في الريست سيزونز اللي هي مش فتره التزاوج او مش في موسم التزاوج، بتلاقي السكن بتاعه بيبقى سك وروجيز كده، في تجاعيد بالشكل ده. ده في الكامل بيختلف شكله تبع السيكشوال ستيت او السيزون بتاع البريدنج، يعني هو في موسم التزاوج ولا مش في موسم التزاوج. يبقى اول لير من طبقات السكروتم هو السكن وشكله وملمسه بيختلف من حيوان لحيوان، هل هو املس خالص عليه فاين هير عليه شعر كامل مستغطي بالشعر شكله فليشي زي اللارج رومينانت كده. دي اول طبقه من طبقات السكروتم. لما نيجي دلوقتي نشوف الطبقات بتاعه السكروتم، احنا قلنا اول طبقه السكن وبيختلف شكله من حيوان لحيوان، تاني طبقه تونيكا دارتس ودي عباره عن فايبر والاستيك لير، و دي درايفد فروم ذا ابدومينال فاشيا، طالعه من الابدومينال فاشيا بالشكل ده كده اهي. دي الاكسترنا التونيكا دارتس طالعه من الابدومينال فاشيا، بعد كده اكسترنال سبرماتيك فاشيا. اكسترنال سبرماتيك فاشيا دي جايه منين؟ من الاكسترنال اوبليك ابدومينال ماسل، عضله البطنيه المنحرفه الخارجيه. بعد كده اكسترنال كريماستريك ماسل، عضله استرياتد ماسلز، دي تعتبر رابع طبقه من طبقات السكروتا. بعد كده انترنال اسبرماتيك فاشيا. الاكسترنال كريماستريك ماسل درايفد من الانترنال اوبليك ابدومينال ماسل. الانترنال اسبرماتيك فاشيا جايه منين؟ من الترانسفيرس ابدومينال ماسل. ايه بعد كده؟ ايه طبقتين بقى البريتون، طبقتين البريتون. احنا قلنا التستسكب بره البريتون، فالجبرنيكولم لما شدها جاب لي هنا معاها ايه؟ جاب لي معاها هنا 2 لير، لما قلت لك حطيت التفاحه فوق الكيس مش جوه الكيس، بقى حواليها طبقتين. طبقه بنسميها بارايتال لير اوف فاجينال تونيك او تونيكا فاجينالس بارايتاليس وتونيكا فاجينالس فيسرالس، ما بينهم الاثنين كافيتي. كافيتي ده بنسميه فاجينال كافيتي. الفاجينال كافيتي ده هو جواه سيروس فلويد، يعني في سائل مصلي، ده بيسهل حركه الخصه. الخصه بتتحرك منين؟ طلوعا او نزولا تبع درجه حراره الجسم لاتجاه البطن هنا، ما بين اللي هي موجوده في الانجوينا ريجون ما بين الفخذين، تطلع في الجو البارد زي ما شوف او تنزل بعيد عن الجسم علشان تبقى درجه حرارتها ملائمه لحراره الايه، عمليه السبرماتوجينيس. فنقول الطبقات تاني، يبقى السكن التونيكا دارتس، اكسترنال سبرماتيك فاشيا، اكسترنال كريماستريك ماسل، انترنال سبرماتيك فاشيا، بعد كده البارايتال لير اوف ذا تونيكا فاجينالز والفيسرال لير اوف ذا تونيكا فاجينالز. بارايتال لير اهي وادي الفيسرال لير، ودول طبقتين من الفاجينال تونكس. في الفيزينيتي بتاعه اللايرز دي، تبص تلاقي التونيكا دارتس تمسك في الطبقات دي بما يسمى بالسكروتال ليجامنت. كل الطبقات اللي حضرتك شايفها ما عدا السكن ده تدخل جوه السكروتم، تقسم السكروتم لتو تشامبرز، يعني حجرتين، كل حجره بتحتضن خصيه وليبيديدمس. السبتم اللي اتكون في النص من كل الطبقات، يعني الطبقات دي كده مشيت قسمت السكروتال ساك دي لتو تشامبرز، سموا السبتم ده سكروتال سبتم.
وادي صوره معانا حضرتك للتونيكا فاجيناليز. ادي التونيكا فاجيناليز اهي الطبقه الخارجيه منه اللي هم طبقتين البريتون، الطبق اللي قدامك من الخارج ومش مبينه لا تيستس ولا ابيديديمس، دي بيسموها ايه بارايتال لاير اوف فاجينال تونيك. دي البارايتال ايه لاير، دي الطبقه الخارجيه، ده ماشي على التيستس والابيديديمس والسبرماتوك كورد كمان الحبل الخصوي واللي هو كل التراكيب اللي معلقه الايه الخصيه. لما نقطع في البارايتال لاير نلاقي الطبقة اللي ملاصقة على طول للتستس دي بنسميها الفيسرال لاير اوف ذا تونيكا فاجينالز، اللي هي كانت عملت ريفليكشن هنا وعملت للتستيكولار بيرسا او الابيديديمال ايه ساينس. دي الفيسرال لاير اللي هي جليستنينج دي اللي دخلت في الريسيس دوت فكونت لي التستيكولار بيرسا او الابيديديمال ايه ساينس، بيسموها الفيسرال لاير. ما بين الفيسرال لاير والبرايتال لاير فيما يسمى بالفاجينال كافيتي، اللي هو التجويف اللي ما بين ايه اللي ما بين البرايتال لاير والايه والفيسرال لاير. لا دي ادي الفيسرال لاير اللي ملاصقه الخصيه على طول، وادي البرايتال لاير. الكافيتي ده هو بنسميه ايه، بنسميه فاجينال كافيتي، فاجينال ايه كافيتي او كافيتي اوف فاجينال بروسيس، لان السكروتم ده كله على بعضه كان ايه، كان فاجينال بروسيس اللي قلنا عليه فيوتشر سكروتم. يبقى فهمنا يعني ايه الفاجينال تونيكس او التونيكا فاجيناليس، دي طبقات من البريتون، طبقه جداريه وطبقه حشويه اللي هي البارايتال لاير والفيسرال ايه لاير. الفيسرال لاير دي ملاصقه الخصيه، ده لازقه على الخصيه على طول او ملاصقه للخصيه. البارايتال لاير خارجه منها او بتبقى اوت ليها، ما بينهم الاثنين كافيتي في سيروس فلويد، في سائل مصلي، وده التستس لما تتحرك طلوعا ونزولا او اب تو داون كده ده بيسهل الموفمنت بتاع الايه التستس. ما نيجي نشوف دلوقتي الكومباريتيف اناتومي اوف ذا سكروتوم. السكروتوم ده موجود فين؟ هو السكروتوم جوه التستس وجوه الابيديديم، نفس البوزيشن بتاع السكروتوم هو البوزيشن بتاع التستس. موجود في ثلاث اماكن، هو ملوش غير ثلاثه بوزيشن، يا اما فيما يسمى بالبرينيال ريجون، جت اهميه البرينيال ريجون اللي هي المنطقه اللي تحت الانس دي، اهو موجود في البرينيال ريجون، المنطقه اللي هي تحت الانس دي من البيز بتاع التيل للميديا الاسبكت بتاع التوساي، دي بيسموها البرينيال ريجون او منطقه العجان. موجود في البرينيال ريجون في الدوج وفي التوم كات وفي البور وفي الكامل، يبقى موجود في المنطقة اللي هي تحت الديل دي في الاربع حيوانات دولت، موجود في البرينيال ريجون اهو في الكات او التوم كات او الذكر القطط، تمام القط ده موجود في البرينيال ريجون. في البيج نفس الكلام، البور اللي هو الذكر الايه الخنزير موجود فين؟ في البرينيال ريجون. ادي ثلاث حيوانات، الحيوان الرابع اللي هو الايه الكامل موجوده في البرينيال ريجون تحت الايه تحت الانس هنا، يبقى اول بوزيشن اللي هو البرينيال ايه ريجون. تاني بوزيشن يبقى موجود في الانجواينال ريجون، انجواينال ريجون اللي احنا قلنا جنب الانجواينال كانال هنا، اللي هو المنطقه اللي ما بين الفخذين، دي المنطقه اللي ما بين الفخذين موجوده في الكوتا الابدومينال ريجون، دي بيسموها انجواينال، وده موجود في الرومنانت سواء لارج رومنانت او سمول رومنانت اللي هو في البول وفي الرام وفي الايه وفي الباك كمان، موجوده فين التستس والسكروتا موجودين في الانجواينال ريجون اللي هي المنطقه الارهابيه بالشكل ده كده، ده موجود في الانجواين ريجون المنطقه ما بين الفخذين. في الهورس بقى ده تالت بوزيشن موجوده في البري بيوبيك ريجون، يعني المنطقه قدام العانه، يعني قدام الفخذين، يعني مش في الانجواين لا ده قدام شويه، اللي هي المنطقه الوسطى من الكودا الابدومينال ريجون، ده بيسموها بري بيوبيك ريجون، قدام الفخذ بشويه كده، فدي بيسموها بري بيوبيك ريجون. يبقى البوزيشن بتاعه السكروتم او التستس موجوده في نفس الاثنين، موجودين فين؟ موجودين يا اما في البرينيال ريجون يا اما انجواينال يا اما بريبيوبيك. برينيال ريجون في الدوج والتوم كات والبور والكامل. طب في الانجواينال فين؟ في الرومنانت سواء لارج رومنانت او سمول رومنانت، اللارج رومنانت زي البول، السمول رومنانت هو الرام والبط. في البريبيوبيك ريجون موجوده فين؟ موجوده في الاستاليون. الشيب بتاعه في الدوج والكات بيبقى ملاصق للجلد على طول لانه جزء جلدي كده او كيس جلدي. في البور بيبقى البيز بتاعته بتبقى برود وما بتبقاش واضحة من الجسم قوي الا في الحيوان اللي هو ايه بالغ يعني، فده الشكل اهو تبص حضرتك هنا في الحيوان ده مش واضحة قوي من السايز، انما هنا وضحت قوي. في معانا صورة تانية اهو للبور تيستس بالشكل ده كده، والبيز بتاعة السكروتم بتبقى وايد. في البول بتبقى بشكله بينديولاس معنق
يعني له عنق واضح قوي، لان الاسبرماتوكورد او الحبل المنوي بتاعه طويل. في الشيب نفس الكلام، بيبقى والشيب والباك بيبقى بيندولاس معنق بالشكل ده كده، بيبقى له لونج نيك. في الباك برضو نفس الوضع، له لونج نيك. في الهورس بيبقى جلوبولار في الفورم، وها شورت نيك، النيك بتاعته بتبقى قصيره، لان زي ما هنقول في التستس موجوده هنا هوريزونتال، انما في الحيوانات دي بتبقى موجوده فيرتيكال في البوزيشن بتاعتها. السكروت الرفيع اللي هو الفاصل ما بين التو ساكس، الرفيع ده ايه؟ الرفيع ده هو اللي هو الفاصل ما بين الخصيتين من الخارج. امال جوه يقابلوا ايه؟ يقابلوا من الداخل السبتم. مش احنا قلنا ان الاثنين بينفصلوا عن بعض بما يسمى بالسكروتال سيبتم؟ الطبقات دي عملت فاصل ما بين الحجرتين بتوع السكروتم من الخارج، يسموا ده ايه بقى؟ السيبتم اللي فصل من النص ده يسموه سكروتال رفيع. سكروتال رفيع، يبقى السكروتال رفيع ده مقابل للسكروتال سيبتم من الخارج. السكروتال سيبتم بيبقى في كل الحيوانات كلير ما عدا الروميناس. الروميناس سكروت الرفيع مش واضح زي باقي الايه، ادي التست كانهم كيس واحد كده بالشكل ده حضرتك، زي ما انت شايف كانها كيس واحد. انما في باقي الحيوانات، ناخد على سبيل المثال في التوم كات السبتم واضح اهوت الرفيع من الخارج، يبقى السبتم يقابله من الخارج ايه؟ يقابله من خارج الرفي. يبقى السكروت الرفي بيبقى واضح في كل الحيوانات ما عدا الايه؟ ما عدا الروميناس. اهو ادي السكروت الرفي اهو اللي هو الفاصل اللي في النص ده، هو واضح في كل الحيوانات، مش واضح قوي في الايه؟ في الروميناس. السكين بتاع السكروتم بيبقى بلاك وبيجمنتد وكفرد ويز فيو هيرز في الدوج، زي ما انت شايف ده السكين بتاعه. والسكين بتاع السكروتم في العموم بيبقى سنسيتيف، بيبقى فيه الامداد العصبي عالي جدا، يبقى سنسيتيف تو تاتش. الفكات بيبقى السكروتم الجلد بتاعه يعني حضرتك ما تقدرش تميزه قوي من الشعر بتاع جسمه، لانه مستغطي بيه شعر كثيف جدا، فبيبقى هيدن باي دنس ايه هير. في البور بيبقى كفرد ويز فيو هيرز اند ماتش رينكلز ان ذا اولد انيمال. في الاولد انيمال زي العينه اللي معانا دي كده بتلاقيه رينكلز كده مجعد، اوضح لحضرتك الصوره اقرب اهو مجعد، ده بيبقى في الاولد ايجز وبيبقى عليه فاين هير كده. في ده في حيوان كبير، انما ده في حيوان صغير في السن. في الروميناس زي ما قلنا الجلد بيبقى فليشي وبيجمنتد، بيبقى شكله ممكن في بعض الحيوانات تلاقي عليه بيجمنت وجزء عليه صبغات، ده شكل الايه السكروتم. في طبعا في السمول روميناس بيبقى والكفر ده باي هير، سواء في الرام في الغنام بيبقى مغطى بالول او الصوف، وفي المعز بيبقى مستغطي بمجموعه من الاشعار او الهير. في الهورس بقى الجلد بتاع السكروتم بيبقى سن وبيجمنتد واويلي وعليه فيو هير او تكتايل هير، وبيبقى فيه سبيشس جلاند عاليه جدا يعني، وسويت جلاند غدد دهنيه وغدد عرقيه كتيره جدا، وبتلاقي الجلد بتاعه بيبقى شايني بيلمع نتيجه وجود السبيشس جلاندز دي والافرازات. وعموما السكروتم في اي حيوان بتبقى فيه سويت جلاند كتير جدا، غدد عرقيه كتيره جدا، عشان ايه؟ عشان تتخلص من الحراره الزايده وتعمل ريجوليشن للحراره بتاعه الايه الجلد اللي موجود في المنطقه دي. في الكامل بيبقى دارك وبيجمنتد سكين وكفرد ويز هير، السايز بتاعه بقى مستغطي بيه اشعار كتير جدا، او الوبره بتاعه الجمل ده الاشعار بتاعته مغطيه او الهير مغطي السكروتم، وحجمه بيختلف تبع البريدنج سيزون، ده في النون بريدنج سيزون، ده في البريدنج سيزون. حجمه والملمس بتاعه والسيكنس بتاع السكين نفسه بيختلف تبع السيزون اللي فيه كامل، هل هو في البريدنج سيزون موسم تزاوج ولا في النون بريدنج سيزون اللي هو الريست سيزون، بيختلف شكل الايه السكروتم. ده كان الكومباريتيف اناتومي اوف ذا سكروتم. دلوقتي حضرتك نتكلم على الثيرمو ريجوليشن اوف ذا تيستس. التيستس عاوزه اوبتمال تمبريتشر، بتبقى درجه الحراره المثاليه داخل الخصيه اقل من درجه حراره الجسم من 4 لـ6 درجات. درجه الحراره دي تقل ليه؟ علشان تبقى اوبتمال تمبريتشر، عشان عمليه الاسبرماتوجينيس، يبقى عملية الاسبرماتوجينيس عاوزة تكييف، عاوزة درجة حرارة معينة عشان يحصل عملية انتاج الامشاج الذكري.
تمام. فالسكروتم له دور كبير قوي في عمليه تنظيم الحراره دي عن طريق التونيكا دارتس. التونيكا دارتس اللي هي كانت تحت السكين فيها سموث ماسل فايبر، دي تعمل ايه؟ تعمل طلوع ونزول للخصيه تبع التمبريتشر. التمبريتشر حرارة الجو عالية تبعد الخصية عن الجسم، لأن الجسم هتبقى حرارته زايدة، درجة الحرارة قليلة بره تقرب الخصية للإيه؟ للجسم. كمان بقى السويت جلاند، الغدد العرقية اللي موجودة في السكين بتاع السكروتم، زي ما قلت لحضرتك العرق دوت نوع من تخليص الحرارة. السيرمو سنسيتيف نيورونز اللي موجودة في السكين بتاع السكروتم، الأعصاب الحسية اللي موجودة وسنسيتيف في سيرمو ريسبتورز، يعني مستقبلات حرارية موجودة جوه السكين بتاع الايه؟ ده دي لها ميكانيزمات زي ما حضرتك شايف كده. لو الجو حر قوي السيرمو سنسيتيف نيورونز دي تعمل ايه؟ تبعت رسالة للبرين، الرسالة دي تزود عملية الريسبيريشن والتخلص من حرارة عن طريق النفس، وكمان تعمل ايه؟ تبعت رسالة للسويت جلاند تقول لها لا ده انت تشتغلي بقى بكفاءة وتتخلصي لي من ايه؟ من الحرارة الزايدة، فيحصل تعرق شديد في منطقة السكروتم دي. دي كلها آليات للتخلص من الحرارة الزايدة وعملية الايه؟ السيرمو ريجوليشن او تنظيم الحرارة داخل الخصية او داخل السكروتم عشان تبقى مكان ملائم لعملية الاسبرماتوجينيسيس. يبقى الاسكروتم في التونيكا، في السموس ماسل اللي هي في التونيكا دارتس، في سويت جلاند، في سيرمو سنسيتيف ريسبتورز او مستقبلات حرارية بتستحس الحرارة الخارجية للجسم. في بعد كده الكريماستريك ماسلز، الكريماستريك ماسلز اللي موجودة اللي هي رابع طبقة من طبقات السكروتم ديت، دي لها دور في عملية السيرمو ريجوليشن، ودي اوريجينيتد فيه من الابدومينال وول ومن الانترنال اوبليك ابدومينال ماسل، زي ما قلنا جاية من الانترنال اوبليك ابدومينال ماسل، دي برضو بتساعد في عملية حركة الخصية بالقرب او البعد عن الجسم لتنظيم الحرارة. من اهم بقى الادوار اللي بيقوم بيها تركيب في تنظيم حرارة الخصية هي البامبيني فورم بلكسس. البامبيني فورم بلكسس زي ما حضرتك شايف كده اهو، ادي الاسبرماتيك ارتري او التستيكولار ارتري، الشريان الخصوي اللي داخل الخصية، دخل يتوزع جايب حرارة هنا كام يا جماعة؟ ده جايب من 37 لتسعة وتلاتين حرارة، يعني الدم اللي جاي فيه درجة حرارته من 37 لتسعة وتلاتين. يدخل الدم، لا ما يدخلش الدم على طول كده، ده جيل فين خارج بدم بارد، يلف حوالين الارتري، يلف ليه؟ عشان يعمل كولينج للدم ده. يبقى اللفة او اللفات اللي حصلت دي عمل بلكسس، عمل ضفيرة من وريدية، الضفيرة دي بنسمها بامبيني فورم بلكسس. فايدتها ايه؟ فايدتها برد الدم اللي داخل من الارتر، هيدخل مش هيدخل الخصية على طول، لا بص بقى اتحرته كام؟ اتحرته 33 وممكن توصل لواحد وتلاتين، يعني اقل من 4 لـ6 درجات، ودي الدرجة الملائمة لعملية الايه؟ السبرماتوجينيسيس. فدخل الارتري هنا، دخل الارتري هنا، الفين عامل بلكسس حواليه بنسميها ايه؟ بنسميها البامبيني فورم بلكسس. دي فايدتها عملية ايه؟ عملية السيرمو ريجوليشن. كمان زي ما قلنا السكن في الكولد ويزر، في الكولد ويزر تبص حضرتك تلاقي السكن بيبقى كورجيتد والسكروتم كله قريب من الجسم عشان يدفي الخصيتين. انما في الهوت ويزر او الجو الحر وفي الديبليتيتنج انيمال، ديبليتيتنج انيمالز والاولد ايجز، بتلاقي التستس بعيد عن الجسم والسكن بيبقى فلاسيد. خليني اقول لحضرتك كمان ده مش كده وبس، لا ده قالوا ان لما عملوا تصوير حراري او سيرموجرافي، او السيرموجرام دي عباره عن كاميرا حراريه بتستحس الانفراريد ريز اللي منبعثه من الجسم او الاشعه تحت الحمراء اللي منبعثه من الجسم، فبتدي صوره لدرجه حراره الجسم. اللون الاحمر اللي حضرتك شايفه ده يظهر امتى في التصوير بالتصوير الحراري؟ يظهر لما يكون في فيفر، في حمى في الجسم، او ان في انفلاميشن يعني في التهاب في المكان ده، او في ايه؟ او في الاماكن اللي فيها بلاد سبلاي عالي. تبص تلاقي اللون الاحمر، اللون الاحمر يتدرج للون الازرق ده لما درجه الحراره تقل، لما يكون المكان بارد قوي تبص تلاقي درجه الحراره الباند دي بتبان لما يكون المكان ده درجه حرارته قليله. فلما عملوا تصوير حراري او سيرموجرافي وبنى السيرمو دياجرام للتستس والسكروتم، لقوا درجة حرارة هنا كام؟ 37، اللون الأحمر ده،
37 درجة حرارة الدم تقريبا، او ممكن توصل 39. بص بقى في التيل بتاع الاسكروتم او في نهاية الاسكروتم وصلت الحرارة كام؟ 31. هنا نفس الكلام، بص حضرتك الحرارة هنا كانت في الماكسيمم 34.5، وصلت كام هنا؟ توصل لحوالي 31 و30 ونص او 31.5. فده بقت المكان ده قريب من الجسم، درجه الحراره فيه عاليه ممكن توصل ل 37 و38 درجه وممكن 39 درجه، ولكن في نهايتها وصلت لكام هنا؟ وصلت لحوالي 30 درجه 31 درجه، يعني درجه حراره التستس اقل من درجه حراره الجسم بحوالي من 4 ل 6 درجات، ودي درجه حراره ملائمه. ده سيرمو جرام او سيرمو جرافي في البول او في البافالو بول. كمان الصوره اللي معانا دي، بص الارتري داخل اهو وحامل دم، درجه حرارته كام يا جماعه؟ درجه حرارته 39. بص الدم بقى درجه حرارته هنا كام؟ 33. ده هو كده جاي من الجسم ونازل للخصيه، لان الفين بقى عمل حواليه بلكسس اهو. بص حضرتك كل لما الدم يعدي من ده البلكسس دي يبرد شويه يبرد شويه الا حرك حارته. بص كانت هنا كام؟ كانت هنا 39، بقت في جزء منه بقت 37، بقت 35، بقت 33. كل ده ليه؟ كل ده علشان يدي يعمل سيرمو ريجوليشن او تنظيم حراري للدم اللي جاي من الجسم وراح للخصيه، علشان يديني دم اوبتمال فور السبرماتو جينيسيس. فده بيسموه السيرمو ريجوليشن ميكانيزم، ولذلك اطلقوا على السكروتم ده سوامب كولر، يعني مستنقع بروده، كانه تكييف. تكييف لايه؟ للخصيه. ده اللي بيرطب الخصيه او بيظبط الحراره بتاعتها، فبيبقى فيه هيفوبيوليشن من السويت جلاند، وبيحصل فيه ايفابوريشن للهيت، بجانب ان هو ايه بروتكتيف. وفي كمان السيرمو سنسورز او السيرمو ريسبتورز، مستقبلات الحراره اللي زي ما قلنا هتبعت الرساله تشتغل على الريسبيراتوري سنتر وتشتغل على السويت جلاند سنتر، يبدا يحصل سويتنج، يحصل تعرق ويحصل النفس يزيد فيتخلص من الحراره الايه الزايده. ده كان السيرمو ريجوليشن ميكانيزم للتست. الاندوكراين فانكشن بتاعت التست، محور الخصوبة بيكمن في الدماغ او البرين. البرين لما بيحصل سيكشوال ستيمولايشن او اي ستيمولاي، اي اثاره جنسيه للحيوانات عن طريق بقى الفيجن، عن طريق السميل، والحيوانات دائما بتثار عن طريق الرائحه، عن طريق الفورمونز اللي بتتفرز من الفيميل جينيتال تراكت في عمليه الاسترس في اثناء فتره الشبق للانثى، زي ما نتكلم تفصيلا في الفيميل جينيتال سيستم. الانثى بتفرز بعض المواد الكيميائيه بيسموها الفورمونز، بيستحسها الذكر، دي بتعتبر بيسموها ستيمولاي. الحراره دور، واللايت والهيرنج، ده كلها عباره عن مؤثرات بتاثر على البرين. البرين لما يستحس هذه المؤثرات او المؤثرات دي توصل له، يبدا يبعت من الهايبوثالاموس، الجزء في البرين اللي هي الهايبوثالاموس، تبدا الجزء تحت المهاد، يبدا يبعت الجونادوتروفين هرمونز. الجونادوتروفين ريليزنج هرمونز دي تروح للبيتوتري جلاند، البيتوتري جلاند تبدا تفرز الاف اس اتش والال اتش هرمون. الال اتش هرمون يشتغل على ايه؟ على خلايا لايدج او اللايدج سيل، او اللي هي الانترستيشال سيلز، اللي قلنا هي خلايا موجوده ما بين السيمينيفراس تيبيولز، ما بين الانيبيبات المنويه. دي مسؤوله عن ايه بقى؟ المسؤولة عن إفراز التستوستيرون أو الأندروجين اللي هو هرمون الذكورة. هرمون الذكورة ده مسؤول عن الرغبة الجنسية، مسؤول عن نمو صفات الجنسية أو ظهور الصفات الجنسية الثانوية، تمام؟ الأندروجين يشتغل على عملية الاسبرماتوجينيسيس. التستوستيرون ده هو أساس عملية الاسبرماتو، من غيره ما يحصلش اسبرماتوجينيسيس، ما يحصلش تكوين للأمشاج، ويشتغل عليه على الأكسسوجينتال جلاند. الأكسسوجينتال جلاند اللي هي الغدد التناسلية اللاحقة اللي هي قلنا عليها، الفيزيكولار جلاند والبروستيت جلاند والامبولا داكتس ديفرنس والبالبورسرال جلاند، تبدا تفرز السائل اللي بنسميه السيمينال فلويد او السيمينال بلازم. طب يشتغل الاف اس اتش على السيمينيفراس تيبيول، ويروح فين السيمينيفراس تيبيول؟ ويروح للسارتولي سيلز. السارتولي سيلز تبدا تعمل ايه؟ تغذي الحيوانات المنويه، ولحد ما تكمل عمليه الايه الماتوريشن بتاع الحيوانات المنويه، وتفرز كمان مواد تعمل بايندنج للتستوستيرون اللي اتفرز من هنا من لايدج سيل عشان تخلي تركيزه عالي في المنطقه دي. والاف اس اتش يساعد في عمليه الاسبرماتوجينيسيس والاسبرميوجينيسيس، هنتكلم عليها تفصيلا في الجنرال امبريولوجي. تبدا الاسبرماتوسايت تخرج هنا،
تيجي تتصب عليها ايه بقى؟ في البلفيك يوريثرا، السكريشن بتاع الاكسسوار جينتال جلاند. يبقى التيست تنتج للحيوانات المنويه، الاكسسوار جينتال جلاند تفرز السائل المنوي، الاثنين يتجمعوا ويكونوا لي ايه؟ يكونوا لي السيمن اللي هو المنيه بقى. دي صوره معانا اهي لجونادوتروفير ليزنج، هرمون الهرمونات المحرره للهرمونات الذكريه او المحفزه لتكوين الامشاج، تروح على الانتيرور بيتوتري تفرز للاف اس اتش والال اتش. الال اتش يشتغل على اللايد سيل او الانترستيشيال سيل، اللايد سيل او الانترستيشيال سيل تفرز التستوستيرون. الاف اس اتش يشتغل على السرطولي سيل، تبدا عمليه الاسبرماتوجينيسيس، وتفرز كمان ايه؟ تفرز الاندروجين بايندينج بروتين اللي هو يمسك فيه التستوستيرون ويعمل له تكتيف علشان يخليه عالي، مستوى عالي في الايه؟ في المنطقه. كمان السرطولي سيل تفرز الانهيبين. الانهيبين ده بيعمل ايه؟ بيعمل فيدباك ميكانيزم لافراز الاف اس اتش، يعني لما يزيد التستوستيرون هنا، هو التستوستيرون اتفرز من اللايد سيل، جت دي عملت له بايندنج بروتين، كتفته في الحته دي، عملت بروتينات ترتبط بالتستوستيرون. لما مستوى التستوستيرون يزيد، الانهيبين ده يدي فيدباك ميكانيزم تغذيه رجعيه للانتيريور بوتيتر، تقول لللايد سيل ما تفرزيش بقى ايه؟ تستوستيرون تاني. يبقى ال LH يخلي اللايد سيل تفرز التستوستيرون، السرطولي تعمل بايندنج بروتين، بروتينات مرتبطه بالتستوستيرون، طب زاد مستوى التستوستيرون تروح السرطولي سيل بعت ايه؟ فرز الانهيبين اللي يقول للبيتوتري جلاند وقفي بقى افراز ال LH ده علشان اللايد سيل ما تفرزش مزيد من الايه؟ من التستوستيرون. يبقى رسائل وتناغم في الاحداث بتنظم عمليه الاسبرماتوجينيسيس. دي منظومه كبيره جدا خلق المولى عز وجل، بيتدخل فيها نيورال افكت، هرمونال افكت. دلوقتي هنتكلم على الكومباريتيف اناتومي اوف ذا تيستس اند ابيديدمس، هنشوف المقارنه بتاعه التيستس والابيديدمس في الدفرنت انيمال او الحيوانات اللي حضرتك احنا بندرسها. اول حاجه الشيب بتاع التيستس، الشيب بتاع التيستس بيبقى في معظم الحيوانات شكله اوفال او اوفويد، في البور بتبقى اليبتيكال، يعني عندنا في الدوج بتبقى زي ما حضرتك شايف كده اوفال بيضاويه في الشكل ده في الدوج، وفي الكات بتبقى مور اوفويد، في الكات بتبقى السيرفيس بتاعتها بتبقى مور كونفكس، او الميديال او اللاترال سيرفيس بتاعها بتبقى مور كونفكس، بتبقى اوفويد بزياده، يعني شكلها بيضاوي اكثر وضوحا من الدوج. في البور بتبقى مور اليبتيكال او اليبتيكال في الشيب زي ما حضرتك شايف كده ده في البور او في الخنزير. في البول بتبقى الونجيتد اوفال، مطوله شويه شكلها بيضاوي مطول، ده في الايه؟ في البول. في الرام بتبقى مور سفيريكال، بيضاويه بشكل واضح في الرام، بتبقى سفيريكال في الشيب. في الهورس بتبقى اوفويد في الشيب، هي هو والكامل بتبقى بيضاويه في الشكل زي ما حضرتك شايف، ده الشيب بتاع التستس في الديفرنت انيمال. معظمها بتبقى اوفويد او سفيريكال، انما في الرومينانت بتبقى الونجيتد اوفال. ده بالنسبه للشيب اوف ذا تيستس. البوزيشن بتاع التيستس هو ذا سيم بوزيشن اوف ذا سكروتم. قلنا في الاربع حيوانات اللي هو الدوج والبور والكامل والتوم كات بتبقوا موجودين في البرينيال ريجون اللي هي منطقه البرينيوم، اللي هي المنطقه اللي تحت الايه؟ البيز اوف ذا تيل، دي في منطقه اللي تحت الانس على طول، موجوده في منطقه الايه؟ البرينيال ريجون. في البول بتبقى رايت تيستس بتبقى سلايتلي دورزال زان زي ليفت تيستس، يعني الخصيه اليمين بتبقى اعلى في التموضع بتاع عن الليفت وان. نيجي نشوف الدايركشن بتاع التيستس. الدايركشن في الدوج وفي البور وفي الكامل بتبقى كرينيو فنتر، اللي متجهه من الامام الى الايه؟ الى اسفل، كرينيو فنترالي. اتجاهها بيبقى امامي بطني لانها موجوده ايه؟ موجوده اوبليكلي كده في منطقه الايه؟ البرينيوم. التيل بيبقى تووردز انس، التيل بتاع التيستس بيبقى متجه ناحيه الانس. وكرينيو دورزال في الاتاشمنت بوردر بتاع الابيديدمال بوردر، اللي الابيديدمال بوردر بيبقى لاعلى وايه؟ وللامام، لاعلى
والى الامام او كرينيو دورزال. ده في الدوج وده في التوم كات وده في البور بتبقى برضو اوبليكلي كرينيو فنترالي ونفس التموضع في الكامل بيبقى او الدايركشن بتاعها بيبقى كرينيو فنترالي. في البول والرام بتبقى فيرتيكال في الدايركشن بتاع اتجاهها وتموضعها بتبقى عموديه بالشكل ده وبيبقى الابيديديمز على الحافه الخلفيه او كودال اسبكت بتاع الايه التستس. الهيد بتبقى دورزالي والتيل بيبقى ايه فنترالي والاتاش دو بوردر اللي هو الحافه البربخيه او الابيديديمال بوردر بتبقى كودالي. ده في الرومانس سواء لارج رومانس او سمول رومانس اللي هو البول والرام. في الهورس التستس بتاخد هوريزونتال دايركشن. هوريزونتال يعني تموضع افقي. بنلاقي الابيديديمس موجود على الدورزال اسبكت بتاع التستس فدي بتاخد هوريزونتال. احنا محددين لحضرتك الاتجاهات كده دورزال كده فنترال كرينيال كودال يعني كده اتجاه راس الحيوان فتلاقيها موجوده ايه هوريزونتال في البوزيشن. الهيد بتاعتها بتبقى كرينيالي والتيل بيبقى كودالي والابيديديمال بوردر بيبقى دورزالي. بالنسبه للتونيكا البوجينيا في كل الحيوانات بتبقى سك ما عدا البول اللي بتبقى سن ولذلك التونيكا فاسكولوزا بان من التونيكا البوجينيا. لو كبرنا الصوره بالشكل ده دي الفيسرال لاير اوف زي فاجينال تونيك او التونيكا فاجينالز فيسراليس دي التونيكا البوجينيا. شايف حضرتك الاوعيه الدمويه باينه من تحتها او باينه فيها ازاي لان التونيكا فاسكولوزا واضحه قوي. انما باقي الحيوانات بتبقى التونيكا البوجينيا بتبقى سك زي ما انت حضرتك شايف هنا السمك بتاعها بيبقى شديد. في البيج نفس الكلام. في الكامل بتبقى فيري سك دي تونيكا البوجينيا. ففي كل الحيوانات بتبقى التونيكا البوجينيا بتبقى سك ما عدا في الايه البول بتبقى سن. التونيكا فاسكولوزا تونيكا فاسكولوزا اللي هي الطبقه الوعائيه من الكبسول بتبقى عباره عن في سنجل فيسلز وعاء واحد دموي ماشي ويطلع منه برانشز اكستندنج فروم ذا هيد اكستريميتي تو ذا تيل اكستريميتي. بص حضرتك معايا اهو هو سنجل فيسلز ممتد من الهيد وتطلع منه برانشات تتجه للتيل اكستريميتي بتاع التستس. ده في الدوج هو سنجل فيسل وممتد منه الاوعيه الدمويه دي. في البور ما بتبانش سوبرفيشال لنتيجه السيكنس بتاع التونيكا البوجينيا وبتتجه الاوعيه الدمويه في التونيكا فاسكولوزا من الفري بوردر من الحافه الحره للخصيه ناحيه الايه الابيديديمال بوردر او الحافه الملتعمه الخصيه. الاوعيه دي ممتده من الفري بوردر للاتاج بوردر. في البول بقى بتبان التونيكا فاسكولوزا بتبقى فيري لارج وتورشوس فيسل اكستندنج فروم ذا هيد اكستريميتي توورز تيل اكستريميتي. بتلاقي الاوعيه الدمويه ممتده من الهيد للتيل وبتبقى ملتويه بشكل كبير جدا وواضحه قوي. ده كاست او وعاء للاوعيه الدمويه في التونيكا فاسكولوزا حقنوا ماده اللاتكس وبعدين شالوا الاغناسيج بتاع الخصيه وطلعوا الكاست اللي هو القالب بتاع الاوعيه الدمويه دي. تلاقي الاوعيه الدمويه متشابكه ظاهرة قوي في التونيكا فاسكولوز. في الريام برضو زيه زي البول بتبقى تورشوس وبتمتد من الهيد للتيل اكستريمت زي ما حضرتك شايف ممتدة خلال التونيكا فاسكولوزا هنا من الهيد للتيل اكستريمتي واضحة الأوعية الدموية في منطقة التونيكا فاسكولوزا أو الطبقة الوعائية من المحفظة الخصوية أو الكبسول. في الاستاليون ما تبانش سوبرفيشال للأوعية الدموية زي الأوكس ولكن في الفيسلز بتمتد من الفري بوردر تورز إبيديدمال بوردر بالشكل ده كده. تبص تلاقي الاوعيه الدمويه ممتده من الفري بوردر للاتاج دو بوردر بالشكل ده او صوره تانية للكاستا ايه للاوعيه الدمويه في الخصيه ممتده من الفري بوردر للاتاج دو بوردر. لو خدنا الكاست بقى نفسها اللي هو القالب اللي عملوه انا مش عارف الاوعيه الدمويه دي جايه من ناحيه الابيديديمال بوردر ناحيه الفري ولا من الفري للابيديديمال. الكاست يوضح اوضح ادي التستيكولار ارتري بدا يتوزع جوه التونيكا فاسكولوزا وبدا يديني برانشز اتجه من الفري بوردر ناحيه الاتاج دو بوردر. هنا الابيديديمز المفترض انه موجود هنا. لما شالوا انسجه الابيديديمز لقينا الاوعيه الدمويه ممتده من الفري بوردر تووردز اتاج دو بوردر بالشكل ده صوره ثانيه اهي من الفري بوردر هنا للاتاج دو بوردر. ده اتجاه الاوعيه الدمويه. في الكامل هو سنجل فيسز ما تبانش نتيجه برضو ان التونيك البوجينيا بتبقى فيري سيك
الاوعيه الدمويه مبانش بتاع التونيكا فاسكولوزا من تحت التونيكا البوجينيا، هو سنجل فيسز لما شالوا التونيكا البوجينيا بانت التونيكا فاسكولوزا وسنجل فيسز بتوزع داخل التونيكا فاسكولوزا بالشكل ده كده اهو اهو، ده التستيكولار ارتري بدا يتوزع ويديني سنجل فيسل بدا يعمل اربرايزيشن او برانشنج داخل التونيكا فاسكولوزا. نيجي نشوف السيبتيولي تيستس اللي هي الفواصل الخصويه اللي هي قلنا الفواصل اللي بتبعتها قشره البرتقانه ما بين الفصوص، بقى ما بين الفصوص السيبتيولي تيستس بتبقى ديستينكت في الدوج وبتبقى ويل ديفلوبد في البيج، بتبقى ايه ديستينكت في الرومينانت والستاليون سواء لارج رومينانت بول ورام وباك وستاليون، بتبقى فيري كلير قوي في الكامل. من الفواصل الخصوية نبص مع بعض حضرتك هنا، ده ساجيتال سيكشن في التستس، ادي الميدياستاينم تستس او المنصف الخصوي، دي السيبتيولي تستس بقى او السبتة بتاع التستس، الحواجز الخصوية دي اللي قسمت التستس لايه؟ للوبيولز، لفصوص او فصيصات، قسمتها واتقابلت في النص وكونت للميدياستاينم تستس اللي دي بتبقى واضحة في الدوج، واضحة كمان في البيج، ادي السيبتيولي تستس او الفواصل الخصوية ودي الميدياستاينم تيستس. في الرومينانت ما بتبقاش واضحه قوي السيبتيولي تيستس او الفواصل الخصويه دي زي الاوكس والدوج والكامل اهي، انما الميدياستاينم تيستس سنترال لوكيتد اهي في النص. الفواصل او السبته دي مش واضحه في الرومينانت ولا في الهورس، زي ما نشوف في الهورس اهو، ده كان في الرومينانت، ده في الايه؟ في الهورس. السيبتيولي تيستس مش واضحه في الايه؟ في الهورس او الاستاليون، بتبقى واضحه قوي في الكامل. نيجي نشوف بقى الميدياستاينم تيستس، بتبقى سنتر لوكيتد في كل الحيوانات او اكزيلي في منتصف الخصيه في كل الحيوانات ما عدا حيوان واحد هو الهورس. الهورس موجوده فين؟ عند الهيد اكستريميتي. بص حضرتك كده اهي، ادي الميدياستاينم تيستس دي اللي هي وايت فايبرس باند موجوده في النص، اللي هي كانت ناتجه من تقابل السيبتيولي تيستس، موجوده في سنتر لوكيتد سواء في الدوج او في البيج او في الرومينانت، زي ما حضرتك شايف كده ديت الميدياستاينم تيستس اهي، واضحه قوي هنا اهي في النص، كلها سنترالي او اكزيالي لوكيتد ما عدا الايه؟ ما عدا الهورس موجوده عند الهيد اكستريميتي. يعني الفواصل الخصويه عشان مش واضحه في الهورس تتقابل وتكون لي ايه؟ تكون لي ميدياستاينم تيستس، دي بتبقى موجوده عند الهيد اكستريميتي بالشكل ده كده. ادي المفترض ان الميدياستاينم تيستس موجوده هنا، السيبتولي تيستس هنا، تتقابل هنا فين؟ عند الهيد اكستريميتي، دي الهيد بتاع التيستس ودي البادي ودي التيل. فالميدياستاينم تيستس موجوده فين يا جماعه؟ موجوده عند الهيد اكستريميتي، ده في الاستاليوم. في باقي الحيوانات بتبقى سنترال او اكزيالي لوكيتد. الويت بتاع التستس بيختلف من حيوان لحيوان ومن سبيشيز لسبيشيز وتبع عمر الحيوان وتبع السيزون الموجود فيه. ففي الدوج بيوصل وزنها من 10 ل 15 جرام، في البور حوالي 400 جرام، في البول 250 ل 300 جرام، في الرام من 200 ل 300 جرام، في البق بتوصل 140 ل 150 جرام، في الاستاليون من 225 ل 300 جرام، في الكامل من 80 ل 225 جرام. والويت بيختلف تبع البريدنج سيزون في الكامل. الابيديدمال اتاشد فين؟ الابيديدمز هنا بيبقى دورزو لاترال، موجود في الجهه الظهريه والوحشيه او الخارجيه للتستس، موجود فوق وللخارج على التستس، ده فين؟ ده في الضج وفي الكات. بيبقى كرينيو دورزال للامام والى اعلى في البور، كرينيو دورزال اسبكت في البور. في الرومينانت احنا قلنا ملتحم على الجهه الخلفيه للتستس، فالابيديدمز ماسك فين او اتاشد فين؟ على الكودا الاسبكت بتاع او الكودا الوردر بتاع الايه التست، زي ما حضرتك شايف كده. فين هنا يبقى الكرينيال في الصوره دي؟ ده الكرينيال وده الايه؟ الكودال. ده بالنسبه لنا هنا كده يبقى الكرينيال قدام وده الكودال اسبكت ملتحم، ده في الشيب. في الهورس بقى الابيديدمس بيلتحم فين؟ بيلتحم على الدورزال بوردر لانها موجوده هوريزونتال كده، موجوده افقيه، انما دي موجوده عموديه، فهو موجود على الدورزال ايه؟ بوردر. في الكامل بقى بيتجه كرينيال، لو الجمل راسه النحادي كده دي موجوده تحت الانس في منطقه البرينيوم، تلاقي ده الفري بوردر وده الاتاشد بوردر، موجود كرينيالي. الابيديدمال داكت زي ما قلنا دي عباره عن تايتلي باجد كويل داكت، يعني قناه مجعده وبشده، ليه؟ علشان الاسبرمات تاخد فيها وقتها لحد ما يحصل لها ماتوريشن. شوف حضرتك بيوصل طولها في الدوج من 5 ل 8 متر، يعني متر. في البور بيوصل طولها من 17 ل 18، في البول من 40 ل 50، تخيل بقى في الاستانو ممكن يوصل طولها ل 80 متر، من 72 ل 81 ايه متر. دي المسافه الطويله دي قناه ضيقه ومجعده بشده وطولها ممكن يوصل ل 80 متر في الاستاليو، ليه؟ علشان
تدي وقت لعملية الماتوريشن بتاع الاسبرماتوسايت دي الابيديدمال داكت او اللينس اوف الابيديدمال داكت. الابيديدمال هيد بتبقى او شكل رأس البربخة بتبقى سمول في الدوج، تبقى صغيرة او في الضج وما بتتعداش الفري بوردر، يعني هي موجودة بس كده وما تعدتش الفري بوردر خالص. دي هت الهيد بتاع الايه الابيديدمز اهي، دي الهيد بتاع الابيديدمز ودي البودي وده التيل. الهيد بتاع الابيديدمز بتبقى سمول في الضج، بتبقى لارج بس برضو ما بتتعداش الفري بوردر او اكستند زي فري بوردر، ده فين؟ في البور. في البور بتبقى راس الابيديدمز او الهيد اوف الابيديدمز بتبقى لارج ولكنها ما بتمتدش للفري اي بوردر بالشكل ده كده. ادي الهيد بتاع الابيديدمز كبيره وواضحه ولكنها ما بتمتدش للفري بوردر، ده الاتاشد بوردر وده الفري اي بوردر. في الرومننت بقى الهيد بتبقى لارج وبتتعدى توصل للفري بوردر. يعني ايه؟ يعني الهيد موجوده قدام حضرتك، ادي الهيد بتاع الابيديدمز ده ما خلتهاش هنا بس، لا ده امتدت شويه على الفري بوردر فعملت لي ايه؟ عملت لي في شيب. في اللارج رومننت بتمتد لحوالي ربع الفري بوردر، انما في السمول رومننت بص حضرتك معايا ادي الهيد بتاع الابيديدمز. الهيد بتاع الابيديدمز المفترض ان ده الابيديدمال بوردر وده الفري ايه بوردر، امتدت الهيد هنا لحد تقريبا نص الفري بوردر فعملت لارج في شيب اهي. ف بتبقى كاب لايك استراكشر اكستند تو كفر حوالي الكوارتر او الهاف اوف ذا فري بوردر اوف ذا تيستس فورمينج وايد في شيب. في السمول رومننت بتبقى لارج واكستند اونتو ذا بروكسيمال هاف اوف ذا كرينيال بوردر فورمينج نارو في شيب. فشوف امتدت هنا نص الكرينيال بوردر. في الستاليون الهيد بتاع الابيديدمز بتبقى سمول ولكن التيل بيبقى واضح زي ما نتكلم. في الكامل بتبقى سمول وكيرفينج اراوند هيد اكستريميتي اوف ذا تيست، ادي الهيد بتاع الابيديدمز وهنا الهيد بتاع الابيديدمز صغيره بس بتعمل كيرفينج وبتعمل ماونتنج مع الهيد بتاع التيستس، يعني بتمتد على الهيد بتاع التيست بتمتد ولكنها ما بتوصلش للفري ايه بوردر بتاع التيستس، دي الهيد بتاع الايه الابيديدمز. بعد كده نشوف التيل اوف ذا ابيديدمز. التيل اوف ذا ابيديدمز في الضج ما بيبقاش برومينانت او واضح بالشكل الكافي زي باقي الحيوانات، ده الايه التيل بتاع الابيديدمز. في البور بيبقى واضح ولارج وفورم بلانت كونيكال بروجيكشن، عامل شكل مخروطي واضح جدا، ده التيل بتاع الابيديدمز مخروط الشكل ده فين؟ في البور او ذكر الخنزير، ده شكل الايه التيل بتاع الايه الابيديدمز. صور تانية معانا اهي، ادي التيل بيبقى بلانتو كونيكال بروجيكشنز واضح جدا لما قطعوه في النص اهو. في لارج رومينانس بيبقى لارج وسفيريكال ومولد ديستال اكستريميتي اوف ذا تيستس، يعني بيبقى اسفيريكال في الشيب ومولد دي يعني متواكب مع الديستال اكستريميتي بتاع التيست زي ما حضرتك شايف، بيبقى ايه اسفيريكال في الشيب ومولدد مع الديستال اكستريميتي اوف ذا تيستس. في السمول رومينانت واضح قوي التيل اوف ذا ابيديدمز، بيبقى شكله شكل فلاسك لايك وبيبقى دايركت كودالي وممكن حضرتك تعمله بالبشن من خلال الايه السكروتم. نشوف الفلاسك لايك اهو، بص شكل الفلاسكه كده فلاسك لايك اهو ولارجد ولوه نيك واضحه وممكن جوه السكروتم حضرتك تعمله بالبشن لانه بيبقى متجه كودالي، ده شكل التيل اوف ذا ابيديدمز في السمول رومينانت سواء في الباك او الرام بيبقى واضح قوي. في الهورس بيبقى راوندد وي لاي اون ذا كودال اكستريميتي اوف ذا تيستس، ما هو يبقى كودال لان احنا قلنا هي موجوده ايه يا جماعه؟ موجوده هوريزونتال، فدي الهيد اكستريميتي بتبقى كرينيالي والتيل بتبقى كودالي. التيل بيبقى واضح في الهورس وبيبقى موجود فين؟ موجود كودالي. طب دورزال ولا فنترال دورزال؟ لان الابيديدمز موجود على الدورزال اسبكت لانها موجوده هوريزونتال بالشكل ده كده، ده التيل بتاع الايه الابيديدمز. الابيديدمال تيل في الكامل بيبقى راوندد والبروتوريودد اباف ذا ريسبكتيف اكستريميتي بتاع التيست حوالي 3 ل 4 سنتي، واضح بيبقى مرتفع عن التيل اكستريميتي، ما دي الهيد بتاع التيست وده التيل وده البادي بتاعتها، ده التيل بتاع الابيديدمز. التيل مرتفع عن مستوى الخصيه ممكن يوصل ليه من 3 ل 4 سنتي، ده التيل بتاع الايه الابيديدمز. دي النقاط اللي ممكن حضرتك تستعين بيها في الكومباريتيف بتاع التيستس ما بين الديفرنت انيمالز.
جمعناها لحضرتك في جدول حضرتك تشوفه اهو، ادي الشيب والبوزيشن والدايركشن اوف ذا هيد اكستريميتي والتونيك البوجينيا والتونيكا فاسكولوزا سيبتولي تيستس ميدياستاينم تيستس، الويت بتاع التيستس في الادلت سابجكت، الابيديديمس موجود فين او اتاج دي فين، الابيديديمال لينس، الابيديديمال هيد، الابيديديمال تيل، دي مجموعه من النقاط تقدر حضرتك تستعين بيها في كومباريتيف اناتومي بتاع التيستس. بعد كده جمعنا لحضرتك مجموعه من الصور ل الجينيتال سيستم في الديفرنت انيمال حضرتك تشوفها موجوده بالبيانات بتاعتها. إن شاء الله دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.